بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة كل الناس بتتكلم عن مباراة الودية للنادي الأهلي لعبها النهاردة، مباراة النادي الأهلي وبتروجيت. زي ما قلت لحضراتكم سابقا، هذه المباراة تم تسجيلها، إن شاء الله سوف يتم إذاعتها في الميعاد اللي يتم تحديده مع إدارة الكرة في النادي إن شاء الله خلال الفترة القادمة، لأنها في النهاية إحنا كقناة كل اللي يهمنا هو مصلحة النادي الأهلي. كل اللي يهمنا وكل اللي إحنا عايزينه شيء واحد فقط، هو أن النادي الأهلي خلال الفترة القادمة يعود بما يريد جمهوره، أو بالشكل اللي يريد جمهوره. يعني الناس كلها بتنتظر، أنا عارف الناس كلها مشتاقة للاعيبة النادي الأهلي، والناس كلها مشتاقة لجمهور النادي الأهلي، للاعيبة النادي الأهلي ولفريق النادي الأهلي. كمية رسائل جات لي النهاردة من الساعة 10 11 الصبح لغاية من شوية، حتى ناس بتقول لي يا كابتن إسلام حاول تعرضوا لنا أهداف مباراة النادي الأهلي وبتروجيت. هنحاول إن شاء الله خلال الأيام القادمة، ولكن زي ما قلت لحضراتكم إحنا دايما المصلحة اللي بنبص عليها هي مصلحة واحدة فقط، مصلحة النادي الأهلي وفريق الكرة في النادي الأهلي. وبالتالي قد يكون هناك أشياء معينة المدير الفني مش عايزها دلوقتي، بيبص على حاجة معينة، بينظر للموضوع من جهة أخرى، فأنا مش عايز حضراتكم تكونوا متضايقين، بالعكس إحنا عايزين كلنا نقف ورا بعض. يعني في ناس بتبعت لي تقول لي يعني يا كابتن إسلام مش عارفين الماتش ومش لا يا جماعة صدقوني كل حاجة معمولة وكل حاجة موجودة وكل حاجة معمول حسابها. يعني المباراة زي ما قلت لحضراتكم هي مباراة متسجلة وموجودة، ولكن متى سيتم إذاعتها؟ سيتم إذاعتها في الوقت اللي يقرره المدير الفني للنادي الأهلي، مش حاجة تانية، مش لما إدارة القناة تقرر، مش لما، لأ، لما المدير الفني هو اللي يقرر إن هو من ممكن جدا يفرج جمهور النادي الأهلي. هتقول لي أصل النتيجة كويسة والأهداف وبتاع، قد تكون هناك جمل معينة أو حاجات معينة الراجل يعني عايز يقفل عليها دلوقتي لغاية وقت معين مثلا، يعني قد يكون هناك تفكير معين في دماغه هو عايز يعمله. أنا والله ما أعرف، والله أنا ما أعرف، لكن كل مدير فني وله مدرسته. على فكرة في مديرين فنيين يجي يقول لك إيه، زيع الماتش من أوله لآخره، وزيع التدريب من أوله لآخره، واعمل خليك معانا ليل نهار، وفي واحد تاني يقول لك اقفل على الفرقة تماما. انا عندي حاجه بفكر فيها ومش هوديها، او مش الناس مش هتشوفها دلوقتي، هتشوفها في الماتش الرسمي على طول. زي تفتكروا ايام فايلر، ايام فايلر كانت نفس الشكل كده، قفل على الفرقه لو تفتكروا اسبوع 10 ايام، وكان عندنا مباريات وديه وما اتذاعتش، وحتى المباراه الرسميه اللي كانت هناك وكنا مسجلينها كنا بنلعب فريق من اوغندا على ما اتذكر، المباراة دي كنا مسجلينها هنا في قناة الأهلي، والراجل رفض إن هو يزيعها وما زعناهاش، عشان كان عندنا مباراة السوبر أعتقد، كان أعتقد يعني مع نادي الزمالك في السوبر المحلي أعتقد، يعني ده على ما أتذكر، وكسبنا الماتش ده 3-1 أو 3-2. فبالتالي خلينا دايما ورا مدرسة المدير الفني. المدير الفني عايز إيه هنعمله، مش إحنا بس، كل من له علاقة بكرة القدم في النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين صور نقدر نحطها، حاجات تانية نقدر نعملها برضو، زي ما حضراتكم عارفين إن شاء الله ابتداء من الشهر القادم أو بداية الشهر القادم هيكون في تيشيرتات أخرى جديدة للنادي الأهلي ورعاة جدد للنادي الأهلي، علشان كده هتلاقوا التيشيرتات محطوط عليها العلامة اللي موجودة دي. كل ده هنشوفه إزاي وهنعمله إزاي إن شاء الله بداية الشهر القادم، بداية الشهر القادم هيكون فيها كل الكلام ده. فمن الواضح أن المباراة مباراة جيدة بالنسبة للمدير الفني عندما ينظر لهذه المباراة بعيدا عن النتيجة بالمناسبة. محدش يقول لي أصل إحنا كسبنا 5، كسبنا 5 وكنا ممكن نكسب 10، ولا قدر الله كنا ممكن نتغلب. هتقول لي يا عم لا قدر الله حتى في الماتشات الودية، أيوة هو النادي الأهلي كده. فكنا ممكن لا قدر الله نتغلب 1 أو 2 أو 3، ما كانش هيفرق برضه. يعني كسبان 5 أو خسران 3-2 أي حاجة ما تفرقش، اللي يفرق في مثل هذه المباريات هو اللي المدير الفني عايزه، هو عايز إيه؟ استيعاب اللاعبين لفكر المدير الفني وتطبيقهم لهذه الأفكار على أرض الملعب. النتيجة مش فارقة خالص بالمناسبة، خالص
ولا حد بيبص لها، يعني ولا حد من الإدارة المسؤولة أو الإدارة الفنية اللي قاعدين قدام حضراتكم فارق معاه النتيجة. هو فارق معاه حسين الشحات عمل إيه النهاردة، فارق معاه اللي لعب باك رايت، أو اللي ما أنا قلت حسين عشان حسين اللي قدامي يعني، ومين عمل إيه النهاردة، حسين الشحات، بقية اللاعبين، أحمد عبد القادر، حاجات كتيرة جدا. في أفكار أنا كمدير فني حطيتها، محمد هاني، في أفكار أنا حطيتها في التدريب اتطبقت النهاردة ولا لأ، أو زي ما قلت لحضراتكم امبارح هي اتطبقت بنسبة كام؟ 50-60%. الماتش اللي بعده 70-80، الماتش اللي بعده 90، تيجي على المباريات الرسمية تلاقي الأمور جيدة. وبالتالي احنا دايما في ظهر نادينا، في ظهر مديرنا الفني، في ظهر فريقنا، ما عندناش أي مشكلة في اللي بيحصل. بالمناسبة النهاردة كنا بنتكلم من شوية على الحوار عمله أكرم توفيق. أكرم توفيق عندما تحدث عن المدير الفني مارسيل كولر قال أنه هو رجل بشوش جدا ولكنه صارم وميري في التعامل داخل الملعب. وده دايما بيفكرني، بصوا حضراتكم، أنا بالنسبة لي، بس يمكن عشان أنا بحب مانويل جوزيه شوية، أنا بالنسبة لي مانويل جوزيه محدش هيعمل، هو شخصية متفردة، وجهة نظري. لكن مانويل جوزيه افتح يا سمير لو سمحت الكاميرا شوية. مانويل جوزيه لو ده، لو الخط الأبيض اللي حضراتكم شايفينه ده خط الملعب، وإحنا واقفين برا، أنا كده واقف برا الملعب، ممكن تلاقيه بيهزر، واقف بيهزر معايا وبيضحك معايا، وفي ثانية أول ما يحط رجله جوه الملعب بتلاقي شخص مختلف تماما. ده مانويل جوزيه. مانويل جوزيه بهذا الشكل، قبل الخط هنا حاجة وبعد الخط ده حاجة تانية خالص. انت كنت واقف بتهزر معايا يا عم هنا، ايه اللي حصل؟ وشك اتقلب ليه؟ ايه اللي حصل؟ لا دخلنا الملعب. ده كان مانويل جوزيه. البشاشة والصرامة، البشوش وميري في نفس الوقت، ده الكلام اللي قاله أكرم توفيق النهاردة. إن الراجل بيقف يتكلم مع الناس كلها، مع اللاعبين ومع الجهاز الفني ومع الجهاز الطبي ومع الإداريين ومع عمال غرف الملابس ومع كل الناس اللي موجودين، بيتكلم معاهم بمنتهى البشاشة وودود جدا في كلامه وفي أسلوبه وطريقته. ولكن أول ما بيعدي الخط الأبيض وبيخش في الملعب، لا إحنا مع حد تاني ومع شخص تاني. وده أنا كنت بشوفه شخصيا مع مانويل جوزيه. يا عم ده كان واقف، احنا كنا بنقول عليه، كنا ساعتها نقول ايه، هو الراجل ايه اللي في ايه، هو قلب علينا فجاه واقف بيهزر معانا؟ ابقى مثلا انا، بركات، تريكا، جمعه، اي حد من المجموعه اللي كانت موجوده في ذلك، او النجوم الكبيره اللي كانت موجوده في ذلك الوقت، يبقى واقف كده يجي يتكلم، الراجل بيضحك ويهزر. اول ما يعمل كده تحس ان هو في فيلم كان اسماعيل ياسين زمان يجي يقول لك ايه اهدى، يحط على وشك كده تلاقيه وشه اتغير. هو كان مانويل جوزيه كده، قبل الخط بيضحك ويهزر، بعد الخط عامل كده. فمن الواضح من كلام أكرم توفيق ان هذا الرجل بهذا الشكل، اوكي عنده خبرة، عنده زي ما هو قال ان هو شعره بيض في هذا الامر، وبالتالي الضغط اللي جاي عليه الفترة اللي جاية هو متقبله، هو عارف ايه اللي هيحصل، هو عارف قيمة النادي الأهلي. أنا بتكلم على مارسيل كولر، عارف قيمة النادي الأهلي، عارف إن النادي الأهلي له جماهيرية كبيرة، 60-70-70-80 مليون أهلاوي. هتقول لي عديتهم؟ هقول لك أنا بقولهم كده، اللي مش عاجبه هو حر. أنا بقولهم 70، ما عديتهمش، بس هم 70-80 مليون. فبالنسبة لنا لا، هو البداية زي ما قلت لحضراتكم امبارح هي بداية تفاؤل وبداية يوم أو سنة جميلة. إيه اللي هيحصل؟ محدش عارف. ممكن الراجل لا قدر الله الأمور ما تبقاش كويسة في الأول، ممكن الراجل تبقى ماشية معاه من الأول كويس جدا، محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل. كرة القدم فيها كل شيء، كرة القدم فيها كل شيء. وفي الآخر إحنا لازم نعمل اللي علينا، نستنى التوفيق فقط، مش أكرم توفيق، نستنى توفيق ربنا، استنى توفيق ربنا ان هو يبقى موجود مع المدير الفني. المدير الفني عمل اللي عليه، عمل اليوم الكامل، عمل تمرينه صبح، تمرينه بعد الظهر، تمرينه بالليل، زي ما اتكلمت مع حضراتكم خلال الفتره اللي فاتت، عمل مباراه وديه النهارده، نقل المباراه من مختار التتش، نقلها لاستاد السلام،
الراجل تمام مظبوط جدا وسعيد جدا وكل حاجه لطيفه، لكن ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه؟ محدش عارف. هذه هي كره القدم بالمناسبه، ان انت تحاول تعمل كل حاجه علشان تبقى كويس، وان انت تحاول ناخدها واحده واحده. الجمهور هسيبه في الاخر لانه حاجه لوحده، يستحق ان هو دائما يكون لوحده. الاداره ما هو مطلوب، اللي مطلوب من الاداره ايه؟ هو مسانده الفريق الاول بلاعبين جيدين، باجازات يدوها للاعبين، بقرارات مهمه يتم اتخاذها في اوقات صعبه. المدير الفني اللي اجيبه انا كاداره مسؤوله عن الكوره عملت كده، ومعانا مجلس اداره بيساند، تمام خلاص انتهى دوره. اللي جاي المدير الفني، انا جبت مدير فني عنده المقدره ان هو يعمل من السي في بتاعه. هتقول لي انت شفت فين وعرفت منين؟ انا بتكلم عن السي في قوي، عنده المقدره ان هو يسيطر على الفريق، يقدر يعمل تكتيك كويس، يقدر يعمل بدني كويس، معاه مجموعه عمل جيده، وبالتالي خلاص المدير الفني بيشتغل في الملعب. هيبان امتى النتيجه؟ اللاعبين اللي خد اجازه خد شهر، من 3 أسابيع لشهر، وفي ناس خدت اكتر، في ناس خدت اقل، كل واحد على حسب لعبه للمباريات الاخيره في الدوري، وبالتالي كل واحد عمل اللي عليه. يتبقى شيء واحد فقط، النتائج ان شاء الله في المباريات الرسميه اللي هتبقى اولى هذه المباريات ان شاء الله مع فريق اتحاد المونستير. الاتحاد المونستير ان شاء الله يوم 7 أو 8 أو 9 10 ان شاء الله في القاهره، في تونس ان شاء الله. طيب فاضل مين؟ قبل كل ده يجي توفيق ربنا طبعا. يتبقى جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اللي انا شفته من جمهور النادي الاهلي، مش اللي انا بس شفته، اللي كلنا بنشوفه، الملحمه اللي عاملها جمهور النادي الاهلي في الوقوف حوالين النادي بتاعه وحوالين فريقه وحوالين لاعبته حاجه رائعه. زي ما قلت لحضراتكم والله النهارده من الساعه 9 10 الصبح الناس عماله تبعت لي الماتش 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 الماتش. طيب يا جماعه، الافضل من وجهه نظر الاداره المسؤوله عن كره القدم فني، يعني المدير الفني، ان المباراه دي لا تذاع. خلاص يا كابتن يبقى المباراه لا تذاع. والله حاجه يعني اللي هو الراجل عمال يبعت لي يقول لي يا اسلام الماتش 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 كل شويه، كل 5 دقائق يبعت لي والناس تكلمني الماتش، وناس تبعت لي على الفيسبوك، وناس تبعت لي على كل مواقع التواصل الاجتماعي بيبعتوا لي. فقلت لهم يا جماعه والله ده قرار مدير فني. لا خلاص احنا في ظهر القرار. طب الماتشات، طب الاهداف، يعني قرار مدير فني. يعني انا نفسي، انا بالنسبه لي لما زعل الاهداف حاجه حلوه جدا، يعني ما 70 80 مليون اهلاوي هيتفرجوا عليها فتمام، لكن في الاخر هو قرار جهاز فني واحنا ورا جهازنا الفني. فجمهور بيحمي فريقه، جمهور واقف مع فريقه ومع قدرته. هتقول لي مش عارف الصفقات، هقول لك لسه ما اعرفش، هقول لك لسه الصفقات لغايه يوم 9 ولا يوم 10 10، هل هيبقى في صفقات تانيه؟ ادينا هنشوف. لكن احنا دايما كقناه رسميه او كاعلام رسمي ما بنتكلمش غير على اللي قدامنا، واللي قدامنا 3 صفقات تم اضافتهم على مجموعه اللاعبين اللي موجودين، وبالتالي هو ده اللي هنقدر نتكلم فيه، مش هنتكلم في حاجه تانيه. هو ده فقط اللي هنقدر نتكلم فيه. لكن اهداف المباراه النهارده مثلا حسام حسن رجع للتهديف، رامي ربيعه، احمد عبد القادر، عمرو السوليه، شادي حسين، واول هدف ليه، وده اول هدف طبعا لشادي حسين بتشيرت النادي الاهلي وامام فريقه، او يعني بتروجيت، المسؤول عن بتروجيت او المدير الرياضي في بتروجيت هو معتز البطاوي، والمدير الفني هو هيثم شعبان، اللي كانوا قضوا سنين طويله جدا مع شادي حسين وعارفينه. فاولى المباراه لشادي ان هو احرز هدف، لعيبه ريحت، قدرت ترجع بشكل جيد. ده اللي احنا يعني نقدر نقوله، ان الحمد لله والشكر للعيبه، لسه بدري جدا جدا جدا، لكن كل اللعيبه الحمد لله الامور ماشيه معاهم بشكل جيد. كل اللاعبين، انا بتكلم على كل مجموعه اللاعبين اللي موجوده في النادي الاهلي، لسه عندنا مباراتين وديتين، واحده ان شاء الله امام اسوان، ثم امام طلائع الجيش، وده تدرج الراجل طلبه حتى يستقر الجهاز الفني
على مجموعة أو طريقة العمل إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. فبالتالي بتلعب بتروجيت واحد من الفرق القوية في الدرجة الأدنى من اللي احنا موجودين فيها. بعد كده هتلعب أسوان، فريق منافس، فريق قوي صاعد للدوري الممتاز وعمل صفقات جيدة وجايب مجموعة لعيبة كويسة ومعاه مدير فني كبير النجم الكبير كابتن ربيع ياسين. وبعد كده عندك المباراة الأخيرة فريق طلائع الجيش، فريق مستقر رابع أو خامس الدوري، خامس الدوري في الموسم الرابع الدوري وجايب 56 نقطة الموسم اللي فات مع كابتن طارق العشري في عز وجود منافسة جديدة على المركز الرابع. فبالتالي تدرج من الأقل إلى الأعلى في المستوى. طبعا هنشوف إيه اللي هيحصل، وهو ده دايما اللي احنا منتظرينه، هو ده اللي احنا دايما بنكون منتظرينه. فنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. والنهاردة في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون عندنا حلقة مهمة جدا، هيكون معايا ثلاثة من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن علاء ميهوب، والنجم الكبير الكابتن أسامة عرابي، والنجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن. طيب كابتن أسامة عرابي والكابتن علاء ميهوب اشتغلوا مع مانويل جوزيه كمساعدين أو كمدربين في فترة من الفترات. هنعرف منهم يعني إيه الكلام اللي قاله أكرم توفيق، بمعنى أن أكرم توفيق قال أن هذا الرجل هو رجل بشوش وميري في نفس الوقت. قال كده، قال هو بشوش وبس ميري، الخط اللي انا قلت لكم عليه، قبل الخط بره الملعب حاجه وجوه الملعب حاجه تانية. كابتن علاء ميهوب وكابتن اسامه عرابي، وطبعا الكابتن بعدهم الكابتن عادل عبد الرحمن، كابتن اسامه عرابي وكابتن علاء شافوا قعدوا تعاملوا مع مانويل جوزيه. مانويل جوزيه من هذه يعني شخصيته كده بالظبط، شخصيه مانويل كده بالظبط. فبالتالي هنفهم منهم رأيهم في هذا الكلام الفترة القادمة، إيه اللي ممكن يحصل فيها علشان نقدر ناخد دوري وكاس وبطولة أفريقيا وبطولة كاس ونلعب في كاس العالم للأندية وناخد بطولة أفريقيا وناخد سوبر محلي وسوبر إفريقي. طيب إيه اللي هيحصل وكيفية كل ده في الجزء الثاني إن شاء الله من هذه الحلقة. إن شاء الله أيضا يوم الجمعة منتخب مصر هيلعب مع منتخب النيجر في أول ظهور للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا. كلام كتير، كلام كتير قوي عن لاعبين انضموا وهيخرجوا بعد المباراه. اتحاد الكره طلع ينفي من بره بره على لسان مصدر مسؤول. هو دايما اتحاد كره القدم لما بيبقى عنده مشكله بيعمل ايه؟ بتبقى بيطلعها من الاتحاد بس مش من الاتحاد، عشان لو لقى الدنيا قامت عليه يقول لك لا مش انا اللي قايل، مين اللي قال ان انا قلت؟ لكن لو لقى الدنيا لطيفه وكل حاجه اتعدي، بل انت اختبار يعني، مع ان الحكايه المفروض بسيطه جدا وواضحه، مصلحه منتخب مصر فوق الجميع. يلا طلعوا لي فيديوهات ان انا بقول العكس والكلام اللي انتوا عارفينه ده اللي انتوا بقالكم يومين ثلاثه بتعملوه. بالمناسبه والله يا جماعه صدقوني انا مش برد على حد، واللي عايز يتكلم عليا يتكلم، ما عنديش مشكله خالص. أنا عندي رد على كل التدليس أو كل ما قيل خلال الفترة اللي فاتت، ورد قوي ويسكت الجميع. لكن صدقوني أنا كل همي خلال هذه الفترة شيء واحد فقط، وهو إزاي أقدر، أو إزاي مش أنا إسلام، إزاي نقدر نحن نحمي فريقنا خلال الفترة اللي جاية ونقف في ظهر فريقنا عشان نقدر ناخد بطولة أفريقيا وبطولة الدوري في الملعب، في الملعب. لكن كمية الأكاذيب وكمية الأمور اللي بتتقال، هي طبعا الكل يعلم، أنا عارف أن على الأقل نسبة كبيرة جدا من جمهور النادي الأهلي يعلم تماما أن هناك أكاذيب كتير جدا بتتقال، لكن ما فيش مشكلة أنا عندي رد على كل كلمة بتتقال، كل كلمة، كل كلمة بتتقال وكله مرصود. ولكن زي ما قلت لحضراتكم أنا بطلع في الوقت اللي انا ببقى عايز اطلع فيه واقول اللي انا عايز اقوله. ارد امتى؟ دي بتاعتي مش بتاعت حد تاني، محدش هيخليني اطلع ارد عليه. انا مش هرد على حد، انا هطلع اقول وجهه النظر. زي ما كنت بتكلم على اللعب المالي نظيف، وفي مفاجآت هتعرفوها قريب جدا 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 فيما يخص كل الناس اللي كانت عماله تتكلم اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول، سواء هنا أو هنا.
هنا او هنا دي هقولها امتى، بس مش دلوقتي، برضو مش دلوقتي، لكن في مفاجآت لما تعرفوها هتيجوا تقولوا لي انت كان عند الناس اللي كانت الناس اللي قاعده تشتمني دلوقتي او بقى لهم يومين ثلاثه هيطلعوا يقولوا لي شكرا انت كان عندك حق، احنا اسفين ان احنا اسفين يا صلاح، بس احنا اسفين يا اسلام. انا ما يهمنيش هذا الكلام، عشان كده انا ما بطلعش ارد ومش هطلع ارد دلوقتي. ما فيش حد هيجبرني ان انا اطلع ارد على حاجه في التوقيت اللي هو عايزني ارد عليه فيها ابدا. انا هطلع ارد في التوقيت اللي انا عايز ارد فيه اذا كان الموضوع يستحق ان انا ارد عليه. خلاص، ده مهم جدا جدا في وسط الكلام اللي انا بتكلمه امام مع حضراتكم. زي ما قلت لحضراتكم، دايما منتخب مصر او النادي الاهلي بيعلي اسم بلده فوق كل الناس، اسم بلده فوق كل حاجه. النادي الاهلي حصل معاه كده في كاس الامم الافريقيه، وحصل معاه كده في كاس العالم للانديه، وحصل قبلها في كاس في دوره الالعاب الاولمبيه، وحصل في كاس العرب. خلاص، كابتن محمود الخطيب، مش انا، مش اسلام، كابتن رئيس مجلس اداره النادي الاهلي قال على الهواء مباشره امام 70 80 مليون اهلاوي و107 مليون مصري أن مصلحة مصر فوق أي اعتبار، وبالتالي كلنا مفروض كرياضيين نسعى في هذا الاتجاه ونمشي في هذا الاتجاه. روي فيتوريا قال شوية أسماء أنا عايزهم، هو كمدير فني عايزهم، خلاص عايزهم. وعندك أجندة دولية، معرفش هل الناس فاهمة الفارق ما بين الأجندة الدولية وغيرها من الايام العاديه والايام اللي في اي وقت. اذا كنت فاهم فكويس، هتفهم ان الاجنده الدوليه دي من حق المنتخب ياخد اللعيبه او يستدعي اللاعبين بتوعه اللي هو عايزهم حتى لو في ارتباطات مع الانديه، زي ما حصل مع الاهلي بالمناسبه. ما هو حصل مع النادي الاهلي في بطوله الامم الافريقيه، على الرغم من ان كاس العالم للانديه دي بطوله رسميه، حاجة تابعة للفيفا وبتنظيم الفيفا، ورغم ذلك مصلحة منتخب مصر كانت هي الأهم وكانت هي السائدة. وزي ما قلت لحضراتكم، ده مش رأيي، ده مش رأيي بقى، ولكن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قال هذا الكلام. لو حضراتكم تتذكروا كمان، مثلا هو أكرم توفيق اللي احنا بنحتفل برجوعه النهاردة، لو تفتكروا هو اتصاب امتى؟ اتصاب يوم 11/1 او 12/1، اول مباراه لعبها منتخبنا الوطني وجاله صليبي، قعد من 11/1 اول ماتش ليه النهارده اهو. وهو بيلعب مع مين؟ مع النادي الاهلي؟ لا، مع منتخب مصر. هل عمرنا تجرنا بحاجه زي دي مثلا؟ هل بنتفضل مثلا يعني؟ لا، دي ده واجب على أي حد، وواجب يشرف أي حد إن هو يكون موجود في منتخب مصر. فبالتالي خلال الأسبوع اللي فات احنا اتكلمنا على اللعب المالي النظيف وعلى رخص المدربين. النهارده بما إننا يعني بنشوف ردود أفعال، فالنهارده الحقيقة وكانت حاجة كويسة جدا، دكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين في اتحاد كرة القدم ظهر النهاردة في فيديو بيشرح فيه الخطوات اللي تم اتخاذها أو اللي أخذها اتحاد كرة القدم بخصوص رخص المدربين. بالصدفة يعني، بالصدفة يعني، ماشي، مش بعد ما سمع البرنامج ولا حاجة، وإن احنا كلمناه امبارح 100 مرة مثلا عشان يخش معانا ويقفل السكة وبعد كده يعمل الخاصية والكلام ده كله. مفيش مشكلة دكتور جمال، حبيبنا دكتور جمال، احنا أهم حاجة بالنسبة لنا إن احنا عملنا قضية والناس بدأت تتحرك، الحمد لله الحمد لله، لأنها قضية للصالح العام، مش قضية الإسلام ولا قضية للأهلي، لا، هي قضية للصالح العام. فالحمد لله دكتور جمال محمد علي عمل فيديو صدفة، صدفة مش قصده يعني، أو هو يعني كان محضر الموضوع من زمان، مش بعد ما سمع البرنامج ولا حاجة، وبالصدفة كده بيقول إن هو قعد أول امبارح مع المدير الفني للاتحاد الأفريقي، أول امبارح. هو بالمناسبة الفيديو موجود على صفحة اتحاد كرة القدم،
ما هو على فكره ما فيش مانع ان انا ادي لكل واحد حقه. مفيش مانع، انا لما احد الزملاء بيطلع وبيتكلم وبيقول انفراد مثلا واحنا بنقوله بعده بنقول ان يعني انا مثلا الاستاذ محمد شبانه واحد من الناس اللي انا شخصيا هنا في هذا البرنامج انتقدتهم قبل كده بسبب. الراجل الحقيقه بيشتغل دلوقتي بمنتهى المهنيه، رجل محترم بيعمل ايه؟ لما بيلاقي اتنين بيهاجموا النادي الاهلي مثلا بيبقى هو في مكان النادي الاهلي وبيفضل يدافع ويتكلم ويخش في الناس، ده اسمها مهنيه. هو عمل كده وبيعمل كده، فعشان كده هل انا ما ينفع يعني انا انتقدته قبل كده لسبب. دلوقتي لما يعمل حاجه كلنا بنشوفها وكلنا بنتعلم منها وبنشوفها ما نقولهاش؟ لا نقولها، ايه المشكله يعني؟ كابتن مدحت شلبي امبارح طلع واتكلم وقال فيما يخص الموضوع اللي كان اللعب المالي النظيف، يعني ان هو انتقد اسلام الشاطر وكده، الراجل طلع نفى هذا الكلام في برنامجه. شكرا يا كابتن مدحت، والله يعني حاجه لطيفه منك جدا ان انت تطلع تعمل حاجه زي دي، انا بشكرك عليها جدا، لكن لازم نقول الكلام ده. هل لما حد يعمل حاجه كويسه ما نقولش ان هو عمل حاجه كويسه؟ لا، عملوا حاجه كويسه وبنتعلم منهم وبنشوف، نتعلم منهم اللي بيناسبنا يعني. فبالتالي ايه المشكله لما تدي لكل واحد حقه؟ فهو الكابتن جمال قعد اول امبارح بالصدفه مع المدير الفني للاتحاد الافريقي. ليه؟ علشان مصر تنضم لاتفاقيه الكوتشنج الخاصه برخص المدربين. الحمد لله والشكر لله. على فكره من اسعد لحظات الواحد في حياته لما يكون عامل موضوع ويلاقي رد فعل جيد عليه. رد فعل جيد عليه. فكابتن جمال قعد مع المدير الفني للاتحاد عشان يشترك في دورة الكوتشنج الخاصة برخص المدربين واللي عملها الكاف من 2019. استرسل الدكتور جمال محمد علي في الشرح بالتفصيل عن هذه الرخص، لكن هقف بس عند نقطة مهمة جدا يا دكتور جمال. دكتور جمال محمد، دكتور جمال نفسه بالمناسبة كان نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سنة 2019 لغاية 2021 بعد رحيل مجلس المهندس هاني أبو ريدة، وكان ضمن اللجنة الخماسية اللي كانت برئاسة الأستاذ عمرو الجناين. كانت هذه اللجنة موجودة لإدارة شؤون كرة القدم، يعني كانت سلطته أعلى من منصبه الحالي. يعني كان نائب رئيس الاتحاد أو كان نائب رئيس اللجنة الخماسية التي بتدير شؤون كرة القدم. هو بس يا دكتور جمال، هو حضرتك من 19 ل 21 كنت يعني ايه اللي حصل؟ سلطتك كانت اعلى من منصبك بتاع دلوقتي. سنتين حضرتك كنت موجود فيهم من 2019 ل 2021. حضرتك في الفيديو مش اسلام. وحضرتك في الفيديو بتقول ان الموضوع ده بدا من 2019، طب كنت فين حضرتك يا كابتن يا دكتور جمال؟ هو ليه ما بدأناش من 3 سنين واختصرنا يا عيني على المدرب المصري الغلبان 3 سنين؟ ليه يا فندم ما عملناش كده؟ لما حضرتك تطلع وتشرح وتقول ان الرخصة بدأت بنظام الساعات المعتمدة وكمان متحدد اعداد المدربين اللي هياخدوها في كل مرحلة، انا شايف ان ده في ظلم كبير جدا لمصر. مصر فيها مدربين كتير جدا 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 ما خدوش الرخصة. عفوا، لكن حسب كلام دكتور جمال ان كل دورة في مرحلة السي والدي والسي هتكون 30 مدرب فقط، والمرحلة A وB هتكون 25 مدرب، والبرو هتكون 20 مدرب فقط، وبالتالي حضرتك كده 30 في ال 30 و30 60 مدرب، وفي الاي والبي 20 و20 40 ادي 100 مدرب، وفي البرو 20 يعني 120 مدرب. حضرتك من 2017 لغايه هذه اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم ما فيش دوره تدريبيه اتعملت في مصر عشان الرخص، دوره رخص يعني. يعني مصر عشان تعمل دوره للبرو او عشان يبقى في مدرب معاه رخصه اسمها البرو البروفيشنال يعني هتحتاج كام سنة؟ ده ظلم كبير جدا للمدربين. لازم يا فندم يكون في تواصل مباشر مع الكاف لحل الأزمة دي.
يا اما حضرتك تزود الحلقه، يا اما العدد انا اسف، يا اما تشوف آلية مختلفه لهذا الامر. تخيل حضرتك من 2017 لغايه اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي، ادي 6 سنين لم يتم عمل دوره واحده لمدير ولا ايه ولا بي ولا سي ولا دي ولا البرو طبعا خلال 6 سنوات. فانت دلوقتي المطلوب ان انا اعمل هذه الدورات ل 120 مدرب. طب عدد المدربين اللي في مصر، انا بقول لك انا ما اعرفش عدد، انا بقول اي يعني من الناس اللي كلمتني بس اكتر من ال 120 بكتير. المدربين اللي كلموني انا بس اكتر من ال 120 بكتير. طب يا كابتن جمال، دكتور جمال، كيف سيتم اختيار عدد المدربين في كل مرحلة؟ يعني السي والدي حضرتك بتقول 30، مين اللي هيختار ال 30؟ ده انت على الأقل عندك 2000 مدرب ما بين قطاعات الناشئين والفرق الأولى، المساعدين والأكاديميات، المفروض يكون عندهم رخصة. يا جماعة الموضوع ده خطير ومحتاج توضيحات وشغل كتير. ده مش لصالح إسلام، ده لصالح كرة القدم المصرية. فدكتور جمال من فضلك احنا محتاجين شرح اكثر تفصيلا. يعني حضرتك دلوقتي حضرتك اللي هتختار 30 مدرب في السي والدي، يعني 60 مدرب في السي والدي، ولا مين اللي هيختارهم؟ لجنة اللي هتختارهم ولا مين؟ ده في ناس من 2016 مقدمين لغاية دلوقتي، واتحاد الكرة في ذلك الوقت كان قايل لهم هنتصل بيكم. هتعملها ازاي؟ هتعملها على الأقدم ولا هتعملها بالكفاءة ولا هتعملها كلاعب الدولي مثلا؟ هتعملها ازاي ولا بالهوى؟ انا دكتور جمال مثلا، يعني انا عارف دكتور جمال رجل حريص جدا في شغله، لكن حريص على العدالة يعني في شغله. فأتمنى ان ما تبقاش بالمزاج، لا، احنا عايزين آلية واضحة لهؤلاء المدربين. حرام عليكم من 2016 لغاية دلوقتي مفيش مدرب خد رخصة، ولا ايه ولا بي ولا سي ولا دي ولا بروفيشنال. هو انا ممكن اعمل سؤال يكون فيه احراج كبير لحضراتكم، هو كم مدرب مصري عنده الرخصة البروفيشنال؟ ده احراج لاتحاد الكرة بالمناسبة مش لمدربينا. المدربين كلهم كويسين وكلهم كفاءة وكلهم أسماء لعب الدولي وأسماء لها تاريخ كبير جدا في كرة القدم وأسماء لها أصلا تاريخ كبير في التدريب، وما خدوش البروفيشنال. مش عشان هم مقصرين، لا 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 يا فندم، عشان اتحاد كرة القدم هو اللي مقصر. اتحادات السابقة، أنا آسف، من 2016 يعني لغاية دلوقتي. وبالمناسبة اللي معاه رخصة بروفيشنال أو الرخصة إيه خدها من بره مصر، وهم اعدهم لكم على 5 على ايدي، على ايد واحد، اقل من الخمسه. فانا الحقيقه برضو يا دكتور جمال انا عارف ان هي خطوه جيده، لكن انا ارجو من حضرتك ان انت تحط خطوات اخرى ويعني خطوات كبيره في هذا الامر، لان احنا عندنا، وانت تعلم هذا الكلام، احنا عندنا عدد كبير من المدربين في مصر يستحق مننا ويستحق من اتحاد الكوره يعني ان هو يقف معاهم بشكل افضل من كده. احنا بنتكلم على 120 مدرب في وسط مش اقل من 10 من 8 ل 10,000 مدرب. اتمنى دكتور جمال ان يكون هناك طريقه معينه او اسلوب اخر تستطيع به زياده عدد المديرين الفنيين او المدربين المصريين اللي يقدروا يحصلوا على الرخصه الاي الاي والبي والسي والدي وكمان البروفيشنال من خلال الاتحاد المصري لكره القدم. طيب هنطلع بقى فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن اخبارنا، اخبار البيت الكبير، ولكن بعد هذا الفاصل. الحقيقه يعني شكرا طبعا لكل جمهور النادي الاهلي، بيعتل لي حاجات بيقولوا لي ايه المفاجات اللي انا عايز اقولها طبعا لجمهور النادي الاهلي، ولكن صدقوني مش وقته دلوقتي ان انا اتكلم في اللي هيحصل
مع الناس اللي عماله تشتم بقالها يومين ثلاثه دي، لانه صدقوني المفاجآت دي هتحصل خلال الايام القادمه لوحدها، عشان ما حدش يقول بس اسلام قال. هم دلوقتي اي حاجه بتطلع الواحد يتكلم فيها يطلع لك اصل بصوا بيقول بيعمل بيخلي، ماشي مش هقول يا عم. انتوا هتعرفوا من نفسكم سواء هنا ولا هنا، هتعرفوا ان كل الكلام اللي اتقال ده هو كلام حقيقي وصحيح وبس، مش هتكلم في الباقي، الباقي هيجي في وقته ان شاء الله وساعتها بس. ماشي احنا اسفين يا صلاح. طيب خليني اروح بقى لحضراتكم لاخبارنا النهارده. اول الاخبار هو فوز النادي الاهلي على بتروجيت 5-1 وديا زي ما قلت لحضراتكم واتكلمت في هذا الامر، وعندنا كلام كتير في الجزء الثاني من هذه الحلقه مع نجومنا الكبار علشان نعرف ايه اللي حصل في هذه المباراه الهامه جدا. هتقول لي يا عم حتى المباريات الوديه هتقول لنا عليها هامه؟ ايوه مباراه هامه بالنسبه لنا كاهلاويه زي ما قلت لحضراتكم. شوفوا كمية الناس اللي نفسها تتفرج على هذه المباراة دي قد إيه، وشوفوا كمية الناس اللي وقفت ورا قرار عدم إذاعة المباراة، هم اللي نفسهم يتفرجوا قال لك خلاص طالما الرجل عايز كده، طالما المدير الفني عايز كده، يبقى إحنا ورا المدير الفني وورا نادينا، هو ده اللي أهم بالنسبة لنا. برضو كان حوار أكرم توفيق قال فيه سنقاتل من أجل الأهلي واستعادة الدوري واللقب الأفريقي، كولر مدرب بشوش ولكن في عمله ميري، مفاسة من أحب الألقاب، وتلقيت عروضا من إيطاليا وإنجلترا وطلبت تأجيل مشاركتي نهاية الموسم الماضي، وجماهير النادي الأهلي دايما في ظهري كالعادة. زي ما قلت لحضراتكم دائما لما تبقى تلاقي نفسك مبسوط وسعيد أو لما بتبقى في حزن لا قدر الله أي لاعب إصابة، لا قدر الله أي حاجة تانية، بتلاقي جمهور الأهلي هو اللي بيقف في ظهرك. هذه هي الحقيقة اللي الأيام بتثبتها، مش إسلام ولا أي حد آخر، ولكن هي الأيام اللي بتثبت أن جمهور النادي الأهلي هو السند والظهر الحقيقي لأي حد من اللي بيحبهم يعني. خليني بقى أروح للخبر الثاني اللي معانا. وزير الشباب والرياضة بيزور معسكر منتخب مصر، محمد صلاح قال نسعى لتحقيق إنجاز كبير للكرة المصرية خلال الفترة القادمة. التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، وذلك خلال معسكرهم التدريبي المقام باستاد برج العرب استعدادا لودياتي النيجر وليبريا المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري. حضر المران جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد منهم اللواء حلمي مشهور، أستاذ عامر حسين، كابتن محمد بركات، كابتن حازم إمام. أعرب الدكتور أشرف صبحي عن تمنياته بالتوفيق للجهاز الفني الجديد وجميع اللاعبين في مشوار المنافسة على بطولة أفريقيا 2024 والتأهل إلى كأس العالم 2026، مشيرا إلى أن تقديم كل الدعم للمنتخب بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم. فيما قال محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وكابتن منتخب مصر، هناك حماس كبير لدى جميع اللاعبين ونسعى لتحقيق إنجاز لكرة القدم المصرية خلال الفترة المقبلة وإسعاد الجماهير بفضل تميز اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر ورؤية الجهاز الفني الجديد. كما أكد روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني على أهمية دعم ومؤازرة وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري ورئيس اتحاد الكرة للمنتخب، معربا عن سعادته بالتزام اللاعبين ومستواهم المتميز، مشيرا إلى تحمسه لتحقيق انتصارات مع منتخب مصر في قادم المنافسات. فيتوريا بيطلب تسجيلا لمباراتي النيجر أمام أوغندا وتنزانيا قبل مواجهة الجمعة، واتحاد كرة القدم بيعلن طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا. نتمنى أن يكون هناك عدد كبير من الجماهير خلال الفترة أو خلال المباراتين القادمتين، وخمسة آلاف أو 5000 مشجع هي حصيلة كل مباراة طبعا من خلال موقع شركة تذكرتي وبالتنسيق مع الجهات المختصة. خوان كارلوس جاريدو يوقع عقود تدريبه للنادي الإسماعيلي لمدة موسمين. أنهى النادي الإسماعيلي
أو أنهى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة رئيسه المهندس يحيى الكومي إجراءات التعاقد مع الأسباني خوان كارلوس جاريدو. الحقيقة مكسب كبير وجود خوان كارلوس جاريدو في النادي الإسماعيلي. من الواضح أن الدوري المصري السنة القادمة سيكون قوي للغاية بكل الأندية، النادي الأهلي طبعا في المقدمة، ثم بقية الأندية، الأندية الجماهيرية الكبيرة طبعا، النادي الزمالك والنادي الإسماعيلي من الأندية الجماهيرية الكبيرة جدا في مصر، وبالتالي هنشوف منافسات قوية. فيريرا موجود في الزمالك، مدير فني قوي وكبير، أيضا جاريدو مدير فني جيد وعنده سي في قوي وعمل خد البطولة الكونفدرالية مع النادي الأهلي. إن شاء الله نشوف موسم رائع الموسم القادم من الناحية الفنية. ودايما خلال الفترة اللي فاتت شفنا الدوري اللي فات، يعني الدوري السنة الجاية إن شاء الله واضح كده إن هيبقى فيه أمور جيدة كثيرة جدا من الناحية الفنية. إن شاء الله النادي الأهلي يستطيع أن يفوز بالدوري ويمتعنا، النادي الأهلي يعود بعد الفترة الصعبة اللي كانت في نهاية الموسم السابق، ويعود إن شاء الله بشكل جيد. جيلبرتو غزال الجبهة اليسرى في الأهلي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين. أربعين إيه يا جماعة؟ ده أنا هو قعد معايا 40 سنة. 40 إزاي؟ يعني جيلبرتو كل ده 40 سنة؟ حد يقول لي فعلا 40 بعد كل ماشي. جيلبرتو واحد من أهم المحترفين اللي جم مصر. الحقيقة دايما إحنا ربنا بيرزقنا بالباكات الشمال الكويسين. جيلبرتو وليد 21 سبتمبر 82، بدأ مسيرته الكروية مع نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي في 2001 قبل الانتقال للنادي الأهلي عام 2002. قضى مع النادي الأهلي 8 مواسم من النجاح والتألق قبل أن ينهي مسيرته مع الأهلي عام 2010، وينتقل إلى صفوف ليرس البلجيكي ومنه إلى ليماسول الأبروسي، واختتم غزال الجبهة اليسرى مسيرته في الدوري الأنجولي مع نادي بيترو دي لواندا ليزامل فلافيو وقتها، ليعلن اعتزاله في 2015. كل سنة وانت طيب يا جيلبرتو، ودايما في صحة وفي سعادة، ودايما في قلب كل جمهور النادي الأهلي. فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل نجومنا الكبار كابتن علاء ميهوب، كابتن أسامة عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، ضيوف ايدانا اللي ضيف عليهم، يعني النجم الكبير كابتن علاء ميهوب. ازيك كابتن علاء؟ اهلا بيك يا اسلام حبيبي. اسلام ده النجم الكبير كابتن اسامه عرابي، مشرف ومنور. اهلا وسهلا بيك يا اسلام، الله يخليك. النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن، مشرف ومنور. اهلا بيك. النهارده لابسين قمصان وما قالوليش، على فكره لو كانوا قالولي كنت طلعت البس عادي. احنا يعني كلنا سن واحد صح؟ لا انا كبير انت صغير، انت ده طلعت فينا. لا يا كابتن انت برضه، انا وعلاء سن وانتوا الاثنين سن تاني. وانا زي كابتن عادل برضه. لا انت اصغر. لا اصغر بشهرين ثلاثه. ايوه صح، كبروش يا سنتين ولا حاجه. لا شهرين ثلاثه فعلا. طيب خليني ابدا مع حضراتكم. سيبك من السن. خليني ابدا مع حضراتكم بالكلام مهم جدا فيما يخص، احنا كنا بنتكلم فيه ما بين الاوف اير، يعني عن الرخص. رخص لانه ده موضوع يخص كل المدربين المصريين. اللي انا اعرفه ان حضراتكم معاكم الرخصه ايه مظبوط، ولكن البروفيشنال حضراتكم خدتوا، يعني خدت رخصه ايه امتى يا كابتن اسامه؟ يعني كان الكابتن شطه هو في الاتحاد الافريقي طبعا. أوكي. وليه فضل كبير قوي انه كان بينسق مع الاتحاد المصري على موضوع الرخص. دي حقيقة. بصراحه يعني كان عامل جهد على فكره كبير. احتمال كبير بمناسبه الكابتن شطه ينضم الى دكتور جمال محمد علي في موضوع اداره المدربين خلال الفترة القادمة، تحديدا علشان خاطر موضوع لا دي حقيقة للرخص. يعني هو ليه نشاط كبير جدا، وسبب رئيسي في انه ناس كتير جدا في الفترة اللي هو كان ماسك فيها خدوا الرخص اللي هي السي والبي، وطبعا احنا التلاتة واخدين اللي هي الاي، لكن هي بس لسه البرو دي اللي مع الاتحاد الافريقي مع الاتحاد المصري مع يعني او الاتحاد المصري ما عملهاش. يعني من 2016 يا كابتن عادل وحتى الان، او اخر 2016 اول 2017 وحتى الان، لم يتم عمل مره واحده ان انت تاخد رخصه ولا ايه ولا بي ولا سي ولا دي ولا بروفيشنال حتى الان البرو. يعني كانت سنه 16 او 17 بالاخص، كنت انا ماسك ساعتها الشباب السعودي وهلعب دوري ابطال اسيا، فقالوا لي الايه لازم يكون معاك ايه، فلما اديتهم الايه في اسيا قالوا لا احنا مش معترفين بيها في افريقيا. ليه؟ الايه بتاعت افريقيا. بتاعت افريقيا.
فاتعمل لي معادله وقعدت جوه الملعب. معلش يعني لو سمحت يا شباب بعد باذن حضراتكم الجمله دي بتاعت الكابتن عادل، لان دي جمله مهمه جدا وانا وتناقشت فيها مع بعض من اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم فيما يخص هذا الامر، لانه مهم جدا الكلام اللي الكابتن عادل بيقوله، ان رخصه ايه غير متداول او غير معترف بها في اسيا، وان يجب ان انت يكون في معادله علشان تبقى ماسك حاجه في اسيا. بس اعتقد اسلام مش كل الدول، مش كل الدول يعني في دول شغاله. لا انت مش تعمل معادله. هو اولا دلوقتي الاتحاد السعودي خد قرار والاتحاد الاماراتي خد قرار ان البرو هو اللي هيتعمل، والبرو دي ما عملهاش. يا كابتن اللي هيتعمل لها المعادله؟ لا احنا لا، انا بكلمك كان في الاول ابطال اسيا او ابطال افريقيا كان بيعتمدوا على الايه بس، اوكي، قبل ما يعتمدوا على البرو كمان. دلوقتي البرو كمان، دلوقتي البرو كمان كانت الايه فيها شك شويه الافريقيه، حتى اتعمل لي معادله ساعتها ودربت وقعدت جوه الملعب. في مدربين كتير قوي قعدوا في المدرج زي ما بنشوف علي ماهر، علي ماهر وسامي الجابر كان في الهلال السعودي ساعتها. ايوه صح، الوقت ده وحصلت ازمه كبيره وبتاع. كنت انا وسامي، انا ماسك الشباب وسامي ماسك الهلال، وسامي قاعد في المدرج لاني ما كانش لسه عمل الايه، كان لسه مبطل شويه. انا كنت عملت الايه، ولكن الايه الافريقيه احيانا ما بيعتمدوش عليها. كان الاول يقول لك علشان كانت في 240 ساعه ومش 240 ساعه. الحاجه الثانيه اللي كابتن اسامه قاله، كابتن شطه يشكر طبعا، وكابتن شطه عمل مجهود كبير، وكمان الدكتور محمود سعد لازم ياخد حقه. طبعا اشتغل محمود سعد طبعا. دكتور محمود سعد كان همه، اقول لك حاجه، كان همه هو وكابتن شطه على المدربين. لولا الاثنين دول ما كانش في مدرب مصري دلوقتي بقى، لانه اولى بيه حتى في السعوديه. صح بقت الايه، انت عارف يا كابتن علاء، خد بقى المهمة الأصعب، إن هو تم تحديد عدد مدربين للرخصة سي ودي، كل واحدة فيهم السي 30 والدي 30 يعني 60 60 وA وبي 20 و20 يبقى دي كده 100 والبرو 20 يبقى دي 120. تخيل أنت بعد ست سنين ولا خمس سنين متوقف عن عمل الرخص الرخص في خلال الاتحاد المصري لكرة القدم، تخيل ان انت بعد كل هذه السنين هتقدر تختار 120 واحد فقط. انا وجهة نظري، انا ما عدتهمش وما اعرفش قد ايه ولا اعرف، بس انا بقول من 8 ل 10000 مدرب، لان قطاعات الناشئين و ده على الاقل. يا اسلام على فكره الرقم اللي بتقوله ده كمان؟ على الاقل. طيب العدد كبير جدا. هل ده ينفع لما تحصره في العدد الضعيف قوي اللي هو 100 ده؟ انت 120 بالظبط، 120 هو اللي قال الكابتن جمال، دي حاجه صعبه جدا جدا. لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا يمكن هي عشان فترتنا كان دكتور محمود سعد وكابتن شاد. دكتور محمود سعد كان تخيل يعني الراجل من طبعا يشكر من ذوقه واحترامه وحب، وهو بيحب مدربين جدا، كان هو اللي بيكلمنا يا اسلام تعالوا علاء مش عارف اسامه تعالوا عشان الرخصه ايه، هو اللي كان بيخليك تروح تعمل رخصه والله. يعني هو يعني هو راجل طبعا شخصيه جميله جدا، شخصية يا اسلام انت اكيد عملت معاه وكلمت معاه، وراجل بيحب شغله بطريقه مش طبيعيه، بيحب يدي علم اللي عنده لكل الناس، مش بيحتفظ بحاجه لوحده، عايز كل المدربين تاخد الرخص وعايزهم في اعلى المراحل. دي فادتنا احنا يا اسلام، يمكن احنا جيل محظوظ عشان الرقم المخيف اللي انت قلته دلوقتي. انت بتقول رقم مخيف فعلا، يعني تخيل العدد المهول ده في المدربين كلهم هيوصل ل 120 مدرب معاه بس. ده لو 1000، ده لو وصلوا ل 1000. ما انا بقولك انت معنى الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، لو اكتر من 10000 فعلا. ايوه اسلام، لانك انت كل سنه في كم مدرب بيدخل. وفي ناس وبعدين اصل هي انا برضو في نقطه بس او سؤال، هو هيقسمها ازاي؟ هيختار ازاي؟ انت فاهمني عادل؟ الاختيار هو على حسب، بمناسبه الساعات، هو على حسب الساعات المعتمده يعني. غير الاول كانت ايام صح، دلوقتي لا، دلوقتي عدد ساعات، يعني لازم هتعمل مثلا يعني 50 ساعه مثلا. عارف يا اسلام ممكن تبقى على سنين. ده كان الاختلاف اللي كان بيقول لك مش معترف بايه في اسيا. برافو عليك، عشان كان هم عايزين عدد ساعات معينه، احنا كنا بناخدها 240 ساعه. ايوه انت كنت بتاخدها بحوالي، كنا بناخدها في خلال اسبوعين او حاجه. عادي بص يا كابتن، احنا عملناها في 24 يوم بالظبط 240 ساعه. أيوة. لكن الاتحاد الاسيوي كان بيقول لك احنا محتاجين، وللاسف في مدرب مصري مش هقول على اسمه كان السبب في الموضوع ده، شكك في الايه بتاعت مصر، لانه إيه بتاعت افريقيا، كان افريقيا كان عايز يشتغل، كان عايز ياخد دراسات، لان عملوها 5 ايام وعملوها 24 يوم. عملوا الناس 5 ايام، الناس الكبار، الكابتن انور والكابتن حلمي والكابتن حسن والناس دي، اتعملت لهم 5 ايام. اوكي، فالمدرب ده كان عايز يخش معاهم،
ما رضوش يدخلوه معاهم فبعت شكوى خابط فيهم وقال لك ان ال 240 ساعه بس دلوقتي يا كابتن معنى كده ان هي رجعت لعدد الساعات عدد ساعات ده بقت رسمي يا اسلام عدد ساعات رسمي كده خالص هم عمموها بس هو المشكله في كل يعني ايه وبي وسي ودي وبروفيشنال هو دلوقتي المشكله اللي احنا بنتكلم فيها العدد دي تناقشها انت وقال 20 قال 20 ده لازم وقال كده النهارده على فكره بعد ما نخلص على صفحه الاتحاد كويس. الفيديو بتاع دكتور جمال محمد علي هو على صفحه الاتحاد موجود المشكلة هو نفسه اللي قال هذا الكلام المشكله اسلام ان في مدربين كتير في مصر شغلهم بقاله كتير جدا يعني العلم اللي عندهم اكتر من الايه والبروفيشنال حتى لما زي عادل ما بيقول لك لما جينا ناخد الايه كان كباتن كبار قوي بقى لهم 30 40 سنه بيدربوا زي كابتن ابو رجيله وكابتن الاسماء دي الحقيقه ده كابتن انا حضرت كان انا حضرت كان الكابتن ابو رجيله كان الكابتن حسن اسامي كبير يعني ناس كبيره كابتن ناس كبيره جدا كنا حوالي 35 واحد فالتاخير دوت انت شكلا ان يتقال ان انت معكش الرخصه مثلا لكن انت شغلك الفعلي بقالك 20 ولا 25 ولا 30 سنه في التدريب كان معايا امبارح احمد فوزي طبعا في تقصير طبعا كان معايا امبارح احمد فوزي واحمد اتحاد كره القدم بيلزم دلوقتي المدربين او المدرب بقى المدير الفني له رخصه المدرب المساعد له رخصه المدرب الثالث له رخصه فهو كان المفروض سي فقال لي احنا بقالي من 2016 مقدم عليها لغايه دلوقتي ما خدتهاش بس انا سالت حد في الاتحاد قال لي هنرجئ العمل بهذا القانون للموسم القادم علشان الخطا عندنا عندهم هم مش اتحاد هو من 2016 هو الاصطدام بيحصل لما الناس بتيجي تسافر دول بر. في الخليج ده دلوقتي يعني كمان هيتنظم هنا يعني السعوديه اخيرا دوري السعوديه اخيرا الدوري الممتاز لازم البرو لازم دوري يلو اللي هو الدرجه الثانيه هنا عندنا لازم الايه بعد كده الثالثه اللي هو البي او القطاعات الناشئين البي وكده لكن الدوري يلو اللي هو الدرجه الثانيه لازم يكون معاك ايه الدوري الممتاز لازم يكون عارف برو. قطاعات الناشئين في السعوديه في الانديه الكبيره اللي هي بتلعب في الدوري الممتاز برو ما ياخدش الايه البرو كمان لا البرو دلوقتي يقول لك انا لانه في السعوديه في الوقت الحالي بيعدوا مدربينهم على انهم ياخدوا في بقى مفاجاه كبيره ايام ما كنا احنا بناخد الدراسات ديت كان الجزائر واخده النسبه بتاعتها الكامله روروا انا فاكر عمل السي والبي والاي في 4-5 ايام ادى لجميع المدربين كابتن هو احنا فاكر سلح الناس كلها فاكر من كابتن علاء فاكر من شهرين قبل ما موسيماني يمشي بشهرين ولا بشهر قبل ما يمشي على طول سافر المغرب سافر المغرب اخذ البرو لان المغرب عملتها هناك 23 20 مغربي 20 مدرب مغربي وده العدد اللي هو بيبقى لك بيبقى محدد لان ده واضح انه بيبقى جاي من الاتحاد الافريقي للاتحادات المحليه ان هو يبقى 20 في البرو فهو 20 واحد اجنبي يعني محلي. مغربي وثلاثه كانوا من بره اللي هو هم مش بيحددوا العدد يا كابتن اسلام بس هو انا دي مش عارفها هقول لك انا بيعملوها ازاي طب ما لو كده قول بيعملوها كده بيعملوها ايه انت اشتغلت في دوري ابطال افريقيا اشتغلت في دوري ابطال اسيا اخدت بطوله قاريه لعبت على مستوى عالمي لعبت حاجات كده تقدر تاخد البرو يعني دلوقتي ممكن لو عندك 1000 واحد عملوا الموضوع ده ياخدوها لكن هو المفترض انك انت دلوقتي في الوقت الحالي احنا في مصر كل اللي خدوا الايه ده لما يجي يعملوا العشرين هيعملوها ازاي ما هو لسه بتكلم على الاسلام ده وعشان كده لازم العدد يبقى طبعًا. اكبر من 20 ما هو بص اسامه يعني ارجع لو ارجع بالذاكره كده كام واحد كان معانا ماخد ايه لا بقول لحضراتكم خد رخصه ايه دي ثلاثه هم من ال 20 ثلاثه من 20 عندهم دور على 17 بقى دور ايه ما انا بقول لك كتير احنا جدا احنا اللي خدناها اليوم اللي خدناه كنا 90 مدرب احنا كنا 35 وكانوا وكانوا 35 احنا كنا 35 اول مره مجموعتين بعدينا كمان ياه يعني انت ممكن تكون داخل في 400 مدرب ما انت بتقلل القاعده عندك ما انت مدربينك بيقلوا في العالم ليه ما انت ليه ما بتسافرش بره ما انت ليه جايب فيتوريا يقول لك انا هعلم المدربين المصريين من الحاجات اللي احنا شفناها دي يعني فيتوريا لما جه وقال لك اجيب مدرب مصري مستمع من اللي احنا بنعمله انت بتقلل مدربينك في مصر انت ما بتسلحهمش على فكره الرخصه مش دراسه
يعني انت لما تيجي ولا في علمك يعني اللي ولا في علمك يعني. بص يا كابتن، دي رخصه، دي رخصه انت بتشتغل بيها. في مدربين اعلى من الشهادات دي، عشان كده انا ايوه. بس هو لازم في الاخر لما يجي تخش، لما تيجي تشتغل عادل مطلوب مهما كان انت عالي في التدريب او اسامه بقالك كام سنه، هيجي يسالك على الاوراق اللي هيخليك تشتغل. لو انت لا انا عارف يا علاء، انت تكون بتعرف تسوق كويس، لكن لو معكش معكش رخصه يبقى انت ولا ليها لازمه. ما عشان كده بقول لك ولا ليها لازمه فعلا. انا اقصد على ان احنا كمدربين مصريين مظلومين، لان خبرات مدربين كتيره جدا في مصر اعلى دلوقتي من البرو، اعلى خبراته التدريبيه اللي خدها، سواء مثلا بيشتغل على نفسه هو اسامه في الاخر. انت في الاخر انا فاهم، هي ورقه انت لازم تشتغل بيها. انا اقصد التقصير او رخصه ما علينا يعني. في الاخر انا اقصد التقصير جاي من الاتحاد المصري. ايوه انا فاهم كده طبعا. على فكره ومش مش الاتحاد مش الحالي، على فكره ده الاتحاد الحالي شايل النقطه دي، لكن هو من 2017 حتى الان تعاقب على على مؤسسه الاتحاد المصري لكره القدم حوالي اربعه مجالس اداره، المهندس هاني ابو ريده، وثم اللجنه الخماسيه، ثم اللجنه الثلاثيه، ثم اللجنه الثلاثيه. كيف لعب تعمل ايه في مصر؟ ها؟ ليه ما كانش بتعمل؟ ما اعرفش. هو مين يا كابتن اللي بيطلب؟ كابتن كان فاضيين. هو مين اللي بيطلب؟ هو حضرتك اللي بتطلب؟ لا طبعا. حد من الاتحاد؟ كان الدكتور محمود سعد بيجري. كان الدكتور محمود سعد بيجري يجيبها هو وكابتن شطه. وكابتن شطه هم الصراحه هم اللي كانوا بيجروا يجيبوها. وكابتن شطه هم اللي اشتغلوا في الموضوع ده. اللي انا بقوله لحضراتكم ان دكتور جمال محمد علي همه الاول هو موضوع الرخص، المفروض ده اللي انا فاهمه، يعني ان الهم الاول له ان هو موضوع الرخص ده يجري فيه جامد جدا خلال الفتره اللي جايه، وهو في الاساس جاي لهذا السبب او السبب الاكبر لوجود دكتور جمال محمد علي هذا السبب. ومن المحتمل ان هو يخش معاه كابتن شطه خلال الفتره القادمه علشان يساعد. سؤال رفيع من الناحيه الافريقيه. اتفضل. سؤال رفيع عليك دلوقتي. هو انا ما اعرفش لا اديك بس سؤال وتقول لي دلوقتي كابتن حسن شحاته دخل يعمل الرخصه البرو، هو معاه البرو تيالي. لا انا بتكلم لا ما معوش كابتن حسن، ما حدش في مصر لا ما اتعملتش في مصر. لما يدخل يعملها مين هيدرس له؟ هم بيجيبوا مدرسين من بره؟ لا هو بس بياخدها لا عشان بيجيب لا ما انا بقول لك عشان كده انا بقول لك منه. ما هو الموضوع موضوع رخصه، انت موضوع ورقه. ما هو ده الكلام اللي كابتن علي بيقوله. ايوه هو في الاخر يعني مين انت لو انت ما بتعرفش تسوق، طب لو رخصتك خلصت وحد وقفك بالظبط. اسلام انا سريعا يعني اقول لكم حصل حاجه. اتفضل. في واحنا بناخد الاي دي كابتن محمود ابو رجيله كان معانا طبعا، وده شيخ المدربين ده بيمرن من سنه كبير من فلما جينا ساعه الامتحان كان المحاضر افريقي ومعاه كابتن شطه وكابتن فتحي نصير، فكان في اخر يوم امتحانات لمده ساعه ونص كده ال 35 دارس، فبتطلع يدي لك سؤال عن السرعه، عن الخطط، عن طريقه 4 3 3، عن التحمل، اي زي ما انت. فقالوا طبعا الكابتن ابو رجيله ما ينفعش نساله ده يعني شيخ المدربين وبتاع. فقالوا ايه للخواجه اللي هو اللي كان كوفي من غانا كوفي. فقال لك ايه، يطلع الكابتن ابو رجيله يحكي نبذه عن تاريخه. فالكابتن ابو رجيله طبعا معروف بخفه ده، ابتدى الموضوع، ابتدى يقول لك ايام ما انا كنت شبل مش عارف، كنت بلعب سنه حاجه و40 ولا حاجه مش عارف ناشئين ايه وبتاع، وسموني كابتن محمود ابو رجيله ليه، وبعدين رحت مش عارف نادي الزمالك ومسيبت النيل للادويه ومش عارف لعبنا ماتش ايه واستهام وكسبنا مش عارف كام، قعد تك تك الساعه ونص خلاص هتخلص. فالراجل كل شويه يبص للكابتن فتحي كابتن شط، فراحوا قايلين لكابتن ابو رجيله يلا يا كابتن ده خلص يعني؟ قال لهم يا جماعه ده انا يا دوب في سنه 60، ده لسه 40 سنه. قال لهم ده لسه بقى 40 سنه ما حكيتش عليه، لسه ما حكاش حاجه. بس هو دمه خفيف جدا كابتن ابو رجيله، ربنا يديله الصحه ويشفيه. لانه في النهايه نتمنى ان الموضوع ده الحمد لله يعني كل ما بنفتحه دلوقتي بيحصل فيه حاجه مهمه جدا، ودي بالنسبه لنا انا شخصيا شيء يسعدني ان يكون هناك زخم على هذا الامر، لانه زي ما قلت لحضراتكم عدد كبير جدا من المديرين الفنيين والمدربين والجيل بتاعي تحديدا كمان بيكلموني يقولوا لي يا عم اسلام واحنا ما مش عارفين نعمل ايه. صحيح الجيل اللي كان معاك صحيح، ما هو ده ناس مفيش هيعمل ايه. طيب ده مش بس المشكله في مصر، انت مشكله، انت بتقلل الفرص بره مصر للمدربين دول. نتمنى ناس كتير فيهم شاطرين اصلا، نتمنى ان ده يتحل خلال الفتره الجايه. معلش يا كابتن علاء هبدا بيك بالنقطه دي، لانه النهارده اكرم توفيق في كلامه عن
مارسيل كولر قال كلمتين مهمين جدا، قال ان هذا الرجل بشوش وميري. سمعتك انت. يعني انا حكيت واحنا بنتكلم ايام الكابتن ايام مستر مانويل والكابتن اسامه وحضرتك يعني كنتوا موجودين في الفتره دي جوه الملعب حاجه وقبل الخط حاجه وبعد الخط حاجه. فهل من الممكن ان احنا نرى، انا دايما بقول ان مانويل جوزيه نسخه لوحده ملوش زي بالزبط. مارسيل كولر ده نسخه برضه ملوش زي او مش ما حدش عارف، مفيش حد زي حد، مفيش حد زي حد بالزبط. لكن هل من الممكن ان احنا نشوف مدير فني بهذه او قريب من هذه المواصفات او له مواصفات تستطيع ان هي تاخد النادي الاهلي مره تانية احسن من الفتره اللي فاتت ان شاء الله؟ بص يا اسلام، انا كنت بتفرج على الانترو بتاعك بتتكلم على مستر جوزيه، اكيد طبعا اسامه عارفه، وانت طبعا عشان كنت موجود في الملعب وكده. دي عبقريه جوزيه ان يبقى حاسم جدا جدا بره الملعب، وانتوا كنتوا جيل ما شاء الله، يعني الواحد فيكم لوحده جيل، يعني دي مش مجامله عشان انت موجود، يعني انتوا اسامي كان الاسم لوحده فريق لوحده. فتخيل انت جوزيه كان بره الملعب حاسم بطريقه جوه الملعب استحاله حد بيتكلم. لكن اتحدى لو في واحد من 25 او 30 لعيب يا اسلام ما كانش بيحب الراجل ده. وانا عشان انا كنت قريب جدا منكم، انا كنت عارف انتوا بتحبوا الراجل ده قد ايه، وهو بيحبكم قد ايه، وهو قد ايه عامل خاصيه في مدير فني. اي مدير فني بيوصل للمعادله دي تاكد ان هو يبقى ناجح. نعم. صارم جدا بره الملعب واحترام طبعا في اوضه اللبس، جوه الملعب حاجه انت ما تقدرش يقول لك على حاجه ما تعملهاش، بتخاف منه جدا، لكن في نفس الوقت انت بتحبه جدا. هو ده من اكبر مميزات المدير الفني. عشان كده يعني احنا كنا بنتكلم دلوقتي مثلا كابتن محمود الجوهري كان في الحته دي امتياز امتياز الله يرحمه، الناس كلها بتحبه، وهو كان صارم جدا لدرجه ان انت كنت بتعمل كل حاجه عشان انت بتحب المدرب ده. لو مدرب وصلك او مدير فني وصلك ان انت من كتر ما انت بتحبه انت عايز تبقى كويس في الملعب يا اسلام وعايز تكسب، هو وصل كده للقمه. المميزات او الصفات اللي قالها اكرم على كولر دي حلوه، انا عجبني جدا. حتى قبل ما اسمع الانترو بتاعك انا طبعا بتابع، اولا واضح ان هو شخصيه راجل حبوب جدا، بيحب شغله قوي، عارف هو فين، ودي اهم حاجه، هو في النادي الاهلي، هو عارف هو اللي في النادي الاهلي وعارف امكانيات النادي الاهلي كلعيبه كاداره، وطبعا المهم الاكبر بتكلم عليه دايما انت الجمهور اللي وراك ما شاء الله يعني. فهو الراجل جاي حابب المكان وعايز يعمل حاجه مع فريق النادي الاهلي، وهو داخل على ما شاء الله كم لعيبه ممتازه. لكن الصفات اللي انا شايفها دي والزخم اللي هو داخل بيه ده، يعني عجبني النهارده انت كنت، يمكن هي طبعا يمكن هي بالنسبه لك وبالنسبه لكل القنوات وكده مش حلوه، لكن هي حلوه يعني. حته مباراه النهارده رفض يذيع ولا حاجه خالص ولا لقطات حتى. هو بص يا اسلام، في كده يعني في كده حاجات في الاول بتديك انطباع ان الراجل ده بيحب شغله قوي، قافل على نفسه قوي، عايز يقدم النادي الاهلي في الصوره اللي انت بتتكلم عليها دلوقتي. صوره النادي الاهلي بقوته بتاريخ النادي الاهلي بنتائجه الكبيره قوي بانضباط النادي الاهلي في الملعب وبره الملعب، هو ده المدير الفني الناجح. عشان كده الحاجات دي بيعملها دي كلها انا عن نفسي متفائل جدا بيه ان شاء الله السنه دي. كابتن اسامه. نفس الشيء، يعني نتمنى له التوفيق، ولكن ما فيش شك انه ما قبل المباريات شيء واثناء المباريات تبان ورسم غير الودي كمان. طبعا لا تبان اشياء اخرى. صحيح في ملامح للشخصيه يعني من تاريخه من الاحداث اللي بتحصل دلوقتي داخل النادي او اللعيبه بتحس بيها او الكلام دوت، ولكن كل ده برضو هيترجم لما المباريات الرسميه تبتدي. هيبان بقى هو في المكسب بيعمل ايه، هو لما بيخسر ممكن يبقى انفعالاته زياده يقلب على اللعيبه ولا لا، لما يتعادل بيحصل ايه، لو دخل في مشاكل زي ما كان سواريش مثلا الفترات الاخيره تعادلات كتيره وكده ظروفه هتبقى ايه، لان الشخصيه برضو ممكن في مواقف تبقى مختلفه عن مواقف. نعم. فهل هي هتستمر الشخصيه اللي هي زي ما كنا بنتكلم دلوقتي على مستر مانويل جوزيه عادله مثلا مش اقل من 8 سنين في النادي الاهلي في ولايته الاولى والثانيه لغايه لما مشي، يعني داخله في 8 او 9 سنين تقريبا. الشخصيه يعني عشناها من اول ما جه 2001، انا يمكن كنت في الجهاز فيها معاه،
لغايه لما مشي علاء كان حاضر وحسام البدري وقبل كده كان مختار واحمد ناجي ومجموعه كبيره يعني. تقريبا الشخصيه واحده من ساعه ما جت في كل تعاملاته من ساعه ما جه اول يوم في 2001 حازم جدا محبوب جدا من داخل اللعيبه بيعرف امتى يشد وامتى يرخي حتى على فكره مع الجهاز الفني يعني حتى معانا احنا كجهاز فني كان بيعمل كده مره فجاه تلاقيه حبيبك واكنك انت مثلا اقرب واحد ليه في الدنيا وممكن فتره ثانيه ثاني يوم الصبح ايه بعدها بنص يا اسلام في موضوع مثلا اتناقشنا فيها اختلفنا في حاجه ولا حد قال حاجه ولا بتاع ممكن تلاقيه شعن مثلا بطريقه او باي موقف حصل مثلا في تسخين في كذا في اي حاجه انت هو خد فيها بلحظه تلاقيه يقلب تمام مكتئب يعني فهو خلاص احنا كنا حفظناه وطبعا مع الوقت والعشره الامور بقت خلاص بقت مفهومه ومع يعني. فنتمنى برضو المستر كولر انه زي ما بيتقال عليه في تاريخه او في الايام ديت انه راجل منظم الراجل حازم ومع ذلك محبوب لان دي نقط مهمه جدا في قياده الفرقه يعني المدير الفني مش بس امكانيات اداره مباريات يعني هو الكوتش ده ازاي بيحط فرقه ازاي بيغير ازاي ده حاجات مهمه جدا ولكن برضو قيادته للمجموعه مثلا اللي ما بتلعبش تعاملاته مع الجمهور تعاملاته مع الصحفيين تعاملاته مع مجلس الاداره تعاملاته مع الجهاز المعاون ليه لان انا عارف في مدربين تانيين وانتوا لعبتوا معاهم او احنا اشتغلنا معاهم او حتى ما كناش في الجهاز بيبقى وش مختلف خالص وهو كسبان وحاجه تانية خالص وهو مغلوب او هو يعني في موقف صعب يعني فنتمنى له التوفيق وانه يعني يبقى على قد طموح جمهور النادي الاهلي لانه السنتين اللي احنا خسرنا فيهم الدوري العام دي مش معتادة في النادي الأهلي يعني حصلت طبعا في تاريخنا في فترات كتيرة سواء في التسعينات أو في الألفينات أو حتى زمان في السبعينات والستينات حصلت ولكن هي بتبقى كل فترات طويلة كل 10-15 سنة ما بيحصل كده فهو جاي في موقف لابد أنه يطور الأداء لابد أنه إن شاء الله يكسب بطولات فنتمنى له يعني النجاح في الفترة الجاية دي لأنها تبقى مرحلة حرجة يعني إن شاء الله. كابتن عادل بما أننا بنتكلم عن غرفة الملابس يعني إيه السيطرة على غرفة الملابس ولماذا دائما السؤال ده بيبقى هو الأساس في أي مدرب يعني يقولك هو واضح أن أوضة اللبس هربت منه يبقى يتقال عليه مدرب وحش على طول. يمكن بتبدأ من اختيارات اللاعبين المتواجدين يعني في كوارث بتتعمل في الكرة المصرية أكيد يعني أنه ممكن أجيب اتنين لعيبة مستوى واحد في مكان وهم لعيبة عالية قوي فأكيد واحد هو اللي هيلعب أكيد التاني مش هيرضى هي دي أوضة اللبس المدرب بقى إزاي يقوى عليهم إزاي المدرب يعمل العدل ما بينهم العدل بيعدل لك أوضة اللبس ده رقم واحد نعم العدل بين اللاعبين يعدل لك أوضة اللبس حط اللعيب في بروازه طول الوقت يعمل لك اوضه لبس جيده بمعنى انك انت ما تكبرش لعيب هو قليل او ما تقللش لعيب هو كبير ادي لكل واحد حقه هتعمل اوضه لبس جيده الحاجه الثانيه المهمه انك انت بتيجي في وقت من الاوقات عندك اساسي واحتياطي هي ليه اوروبا اوضه اللبس دائما بتبقى منضبطه علشان في لعيب ب 5 مليون ولعيب ب 100 مليون ابو 100 مليون هيلعب ابو 5 مليون ده احتياطي لاعب جاب 50 جون هيرجع احتياطي تاني لانها هي تصنيف لكن انت مصنف هنا غلط يعني التصنيف بالنسبه لنا بتبص تلاقي لعيب اقل من اللعيب وممكن تلعبه والتاني لعيب كبير وجايبه بفلوس كتير وما بتلعبوش فبيحصل التضارب فاوضه اللبس دي من اهم الاشياء للمدرب الجيد والحاجه الثانيه المهمه التفاصيل الصغيره يمكن انتوا اتكلمتوا على المدرب انا اتمنى ان يكون استفاد كويس قوي من السنتين اللي فاتوا عنده واتمنى يوصل له الموضوع صح مين اللي استفاد كولر ويوصل له الموضوع صح مش ممكن يعني ايه استفاد من السنتين اللي فاتوا السنتين اللي فاتت انت في بطوله الدوري بتيجي من اجهاد وبتيجي من بطولات كتير اوكي
فالاستفادة انك لازم تعمل الصف كامل، لازم تعمل لعيبة على اعلى مستوى، لازم تراعي ما بين الاحتياطي والاساسي، لازم تراعي ما بين القوة البدنية بتاعة اللعيبة، لان كانت مشكلتنا في السنتين اللي فاتوا نص فرقتك انفيت والنص التاني اعلى مستوى لانهم بيلعبوا كتير، فبيوصل لهم الاجهاد، واللي تحت ما بيعرفش يوصل للفوق، انه يبقى صح. للي فوق. فده كانت من الحاجات اللي خسرتك الدوري سنتين. فافتكر ان هو لو الراجل استفاد كويس قوي من النقطه دي هيعديها. الحاجه الثانيه المهمه انه الراجل في الوقت الحالي اوضه اللبس اللي انت اتكلمت عليها يا كابتن اسلام في النادي الاهلي مش هيلاقي اجمل من كده، مش زي الانديه الاخرى. مش بتكلم كده عشان انتماء للنادي الاهلي، هو اوضه اللبس بتيجي من السيستم اللي عامله نادي، يعني انت ما تخرجش بره الاطار اللي معمول لك. فده اوضه لبس، انت لما هتغلط فيك عقوبتك قد كده. على فكره لما واحد غلط خد قلع التيشيرت مثلا ورميه على الارض خد شهرين وقف، لو واحد عمل نفس الموقف ده هياخد شهرين وقف. فدي اوضه لبس، انك انت في عدل ما بين العقوبه هنا والعقوبه هنا، فدي عاملها له الاداره. الاداره اوضه اللبس انك انت حر تعمل ما بدالك حاسبك اخر السنه، دي برضو اوضه لبس هتبقى مرتاح، لانه اللعيبه عارفه ان المدرب ما حدش هيتدخل معاه، مش هنيجي من وراه نروح لمجلس اداره، نروح لاي حد قوي في النادي يكلم المدرب علشان العبك ولا. وبتحصل كتير قوي الا في النادي الاهلي. النادي الاهلي اهم نادي في الشرق الاوسط كله، يمكن في افريقيا، في النقطه دي، دي الاستقرار بتاع اوضه اللبس، ان انت لو رحت تروح لمدربك فقط ولمدير الكره بتاعك. وبعدين الحاجه الاخيره اللي عايز اقول عليها، انت هنا في مصر عملت مدير كوره، هو في العالم ما فيش حاجه اسمها مدير كوره، في مدير رياضي، ولكن انت عامل حاجه زياده كمان للمدرب، يفضيك للحته بتاعه الملعب ويساعدك. هي مستحدثه يعني اوضه اللبس دي يا اسلام كلمه مستحدثه، زمان ما كانش في حاجه اسمها ازاي تسيطر على اوضه اللبس وكده. يعني انت على ايامكم انت كنت تخش اوضه اللبس تعمل ايه؟ البس وانس. لا، وبتقابل مثلا بركات وده يعني. هو ده، هي السيطره على غرفه الملابس، الروح اللي موجوده مع اللعيبه نفسها. سمعنا كده كتير، انت مش على الاهلي، انا بتكلم بشكل عام. لا، ما هي دي. انت بقى بص، في النادي الاهلي هي موجوده من امتى؟ من زمان، يمكن من ايامنا انا واسامه عند عادل لما لحقنا. انت لما انت وقبلنا كمان طبعا. هي دي الروح اللي بص بعد كام سنه بيتكلموا عليها دلوقتي، اسيطر على غرفه الملابس. اللي هو اسيطر على غرفه الملابس، مش ان الروح اللي جوه الغرفه نفسها، ازاي تحترم كابتن الفريق نفسه. الكبير كبير والصغير، هي دي الصغير دي اسلام. يعني تخيل عادل بيتكلم بيقول دي موجوده في النادي، دي موجوده في النادي الاهلي من سنين. بص انت بتعملها تلقائي، انا داخل اسلام هو الاكبر، فطبعا اكيد في احترام متبادل. طبعا روحنا في غرفه الملابس، روح حلوه، مفيش هزار ثقيل، مفيش قله ادب، مفيش حاجه خالص. انت بتخش مكان انت حبه، انا مبسوط عشان رايح اقابل اسامه، هقعد مع عادل، هقابل اسلام. هي دي الروح اللي في غرفه الملابس. نعم. اللي طبيعي بتنعكس عليك في الملعب. ودي مش اي نادي يعملها على فكره، مش اي نادي. عشان كده في النادي الاهلي هتلاقيها طبيعيه، مع كولر كمان لا، هيلاقي الامور سهله جدا جدا جدا، ان كل لعيب عارف هو فين، المطلوب منه، في مدير كوره زي ما عادل بيقول او مدير رياضه، يعني مش عندنا، في مدير كوره، وفوق مدير الكوره في لجنه كوره، وفي مجلس اداره، وفي كابتن محمود الخطيب. فانت في منظومه محترمه، كل واحد عارف انا مطلوب من ايه. عشان كده برجع اقول لك دايما، يعني ده بقول الكلمه دي، النادي ده او البطولات الكتيره او اتعملتش دي ما اتعملتش كده، انت كنت بتعمل حاجات تلقائي، بعد كام سنه اتضح ان هي دي حاجه صحيه، انك ازاي تسيطر على غرفه الملابس بتاعتك. تمام. يعني علاء وعادل اتكلموا في نقطه مهمه جدا، بس حبيت اتاكد عليها، اللي هي الاداره بتقوي جدا المدير الفني وبتخليه مسيطر على الملابس زي ما انت قلت. هم قالوا طبعا في النادي الاهلي دي واضحه جدا، لانه في انديه كتيره جدا هتلاقي في لعيبه بيلفوا على اعضاء مجلس الاداره وعلى رئيس النادي ويمكن يستمع ليهم اكتر من المدير الفني، وبيوقعوا فرق كتير جدا، او مساعدين للمدرب او مدير كوره او ايا كان. فطول عمر النادي الاهلي سيستم، عنده سيستم، والمدرب في مكانه، يعني زي الاستاذ كده بالنسبه للطالب، هو اللي عنده المسؤوليه، والاداره بتفهم كده
وما بتتدخلش. فدي نقطه مهمه جدا بالاضافه طبعا لشخصيه المدير الفني زي ما عادل وعلاء اتكلموا يعني. فدي نقطه مهمه جدا 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 يعني. ما احنا في اوضه لبس يا كابتن اسلام يعني انا عمري ما مثلا كابتن اسامه والكابتن علاء ما انا لعبت معاهم كتير ويمكن لعبت معاهم سنين كتير قوي. انا عمري ما اقدر ان انا اقول له يا علاء او اقول له اسامه الى الان لما انا موتك لو قلتها الى الان لما خلصنا ما اقدرش تقول له الا يا كابتن علاء الا كابتن. لو هو كابتن علاء دخل عليا او كابتن اسامه دخل عليا وانا قاعد لازم اقوم، ولو في كرسي واحد هو اللي لازم يقعد. ده النادي الاهلي اللي عمله من زمان، هو ده اللي بيسهل لك بقى اوضه اللبس الثوابت. هقول لك على حاجه كمان يا عادل اكبر من كده. في النادي الاهلي في اتنين لعيبه نفس السن، بس في واحد لعب قبل التاني. لعب قبله ما اقولوش باسمه، اقول له كابتن. مع ان انا قلت له كابتن، لو قلت له باسمه العادي مش هقول حاجه. احنا شبه انا وانا مثلا ده حقيقي. صحيح. والله اسامه يعني مثلا انا وكابتن طاهر ابو زيد سن واحد ومع بعض واحنا عندنا 13 سنه. طاهر لعب قبلي بسنه، اقول له كابتن طاهر مع انها سن واحد، بقول لك بادئين مع بعض. حاجه تانية عكس بقى، احمد شوبير هو سنه اكبر مني بس انا لعبت قبله، فما ينفعش اقول له احمد، اقول له كابتن احمد. هو ده اللي احنا اللي اتربيت عليه في النادي ده يعني نفس السن. بس لو انا لعبت قبلك بمباراه يا اسلام اقول لك يا كابتن، هو انت مش هتفرق معاك اقول لك وما اقولكش، لان العلاقه بينا ما فيش احسن من كده. لكن انت اتعودت على كده زي ما عاد بيقول، اتعودت على كده. ما ينفعش تلاقي يعني لعيب اكبر منك يعني ولعب قبلك ما تقولوش يا كابتن، واحترام يبان في اي مكان وفي اي وقت. هو دي الحاجات اللي اتعلمها في النادي الاهلي. عشان كده انت في مكان، انا دايما بقول لك كلمه، اللي بيخش النادي ده يقول الحمد لله موجود في النادي الاهلي، لان مفيش احسن من المكان ده. طيب هنكمل كلامنا مع حضراتكم، ولكن نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نعرف راي كابتننا الكبار مش على مباراه واحده، ولكن كيفيه اداره المباريات الوديه في فترات الاعداد. بعد الفاصل نسمع راي خبرائنا ونجومنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، ضيوف ايدانا اللي ضيف عليهم يعني النجم الكبير كابتن علاء مايوبزا. كابتن علاء اهلا بيك يا اسلام حبيبي يا اسلام. ده النجم الكبير كابتن اسامه عرابي مشرف ومنور. اهلا وسهلا بيك يا اسلام الله يخليك. النجم الكبير كابتن عادل عبد مشرف ومنور. اهلا بيك. النهارده لابسين قمصان وما قالوليش على فكره. لو كانوا قالوا لي كنت طلعت البس عادي. احنا يعني كلنا سن واحد صح؟ لا انا كبير انت صغير. احنا ده طلعت فينا. لا يا كابتن انت برضه انا وعلاء سن وانتوا الاثنين سن. انا وانا زي كابتن عادل برضه. لا انت اصغر. لا لا انا اصغر بشهرين ثلاثه. ايوه صح كبروش يا اسامه سنتين ولا حاجه. لا شهرين ثلاثه فعلا. طيب خليني ابدا مع حضراتكم. سيبك من السن. خليني ابدا مع حضراتكم بالكلام مهم جدا فيما يخص احنا كنا بنتكلم فيه ما بين الاوف اير يعني عن الرخص. رخص لانه ده موضوع يخص كل المدربين المصريين. اللي انا اعرفه ان حضراتكم معاكم الرخصه ايه مظبوط، ولكن البروفيشنال حضراتكم خدتوا يعني خدت رخصه ايه امتى يا كابتن اسامه؟ قريب يعني كان الكابتن شطه هو في الاتحاد الافريقي طبعا. أوكي. وليه فضل كبير قوي انه كان بينسق مع الاتحاد المصري على موضوع الرخص. دي حقيقة. بصراحه يعني كان عامل جهد على فكره كبير. احتمال كبير بمناسبه الكابتن شطه ينضم الى دكتور جمال محمد علي في موضوع اداره المدربين خلال الفترة القادمة تحديدا علشان خاطر موضوع لا دي حقيقة يعني هو ليه نشاط كبير جدا، وسبب رئيسي في انه ناس كتير جدا في الفترة اللي هو كان ماسك فيها خدوا الرخص اللي هي السي والبي، وطبعا احنا الثلاثة واخدين اللي هي الايه، لكن هي بس لسه البرو دي اللي مع الاتحاد الافريقي مع الاتحاد المصري مع يعني او الاتحاد المصري ما عملهاش يعني. من 2016 يا كابتن عادل وحتى الان او اخر 2016 اول 2017 وحتى الان لم يتم عمل مره واحده ان انت تاخد رخصه ولا ايه ولا بي ولا سي ولا دي ولا بروفيشنال حتى لا البرو. يعني كانت سنه 16 او 17 بالاخص، كنت انا ماسك ساعتها الشباب السعودي وهلعب دوري ابطال اسيا، فقالوا لي الايه لازم يكون معاك ايه، فلما اديتهم الايه في اسيا قالوا لا احنا مش معترفين بيها في افريقيا. ليه؟ الايه بتاعت افريقيا افريقيا. فاتعمل لي معادله وقعدت جوه الملعب. معلش يعني. لو سمحت يا شباب بعد باذن حضراتكم الجمله دي بتاعت الكابتن عادل، لان دي جمله مهمه جدا وانا وتناقشت فيها مع بعض من اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم فيما يخص هذا الامر، لانه مهم جدا الكلام اللي الكابتن عادل بيقوله ان رخصه ايه غير متداول او غير معترف بيها في اسيا
وان يجب ان انت يكون في معادله علشان تبقى ماسك حاجه في اسيا. بس اعتقد اسلام مش كل الدول يعني في دول شغاله. لا انت مش تعمل معادله. هو اولا دلوقتي الاتحاد السعودي خد قرار والاتحاد الاماراتي خد قرار ان البرو هو اللي هيتعمل. والبرو دي ما عملهاش كابتن اللي هيتعمل لها المعادله. لا احنا لا انا بكلمك كان في الاول ابطال اسيا او ابطال افريقيا كان بيعتمدوا على الايه بس. اوكي. قبل ما يعتمدوا على البرو كمان. دلوقتي البرو. دلوقتي البرو كمان كانت الايه فيها شك شويه الافريقيه، حتى اتعمل لي معادله ساعتها ودربت وقعدت جوه الملعب. في مدربين كتير قوي قعدوا في المدرج زي ما بنشوف علي ماهر وسامي الجابر كان في الهلال السعودي ساعتها. ايوه صح الوقت ده وحصلت ازمه كبيره وبتاع. كنت انا وسامي، انا ماسك الشباب وسامي ماسك الهلال وسامي قاعد في المدرج لاني ما كانش لسه عمل الايه، كان لسه مبطل شويه. انا كنت عملت الايه، ولكن الايه الافريقيه احيانا ما بيعتمدوش عليها. كان الاول يقول لك علشان كانت في 240 ساعه ومش 240 ساعه. الحاجه الثانيه اللي كابتن اسامه قاله، كابتن شطه يشكر طبعا، وكابتن شطه عمل مجهود كبير، وكمان الدكتور محمود سعد لازم ياخد حقه. طبعا اشتغل محمود سعد. دكتور محمود سعد كان همه، اقول لك حاجه، كان همه هو وكابتن شطه على المدربين. لولا الاثنين دول ما كانش في مدرب مصري دلوقتي بقى، لانه اولى بيه حتى في السعوديه. صح. بقت الايه انت عارف يا كابتن علاء، خد بقى المهمه الاصعب، ان هو تم تحديد عدد مدربين للرخصه سي ودي، كل واحده فيهم السي 30 والدي 30 يعني 60 واي وبي 20 و20 يبقى دي كده 100 والبرو 20 يبقى دي 120. تخيل انت بعد 6 سنين ولا 5 سنين متوقف عن عمل الرخص في خلال الاتحاد المصري لكره القدم، تخيل ان انت بعد كل هذه السنين هتقدر تختار 120 واحد فقط. انا وجهه نظري، انا ما عدتهمش وما اعرفش قد ايه ولا اعرف، بس انا بقول من 8 ل 10000 مدرب، لان قطاعات الناشئين و ده على الاقل. يا اسلام على فكره الرقم اللي بتقوله ده كمان؟ على الاقل. طيب العدد كبير جدا. هل ده ينفع لما تحصره في العدد الضعيف قوي اللي هو 100 ده؟ 120 بالظبط. 120 هو الاقل كابتن جمال. دي حاجه صعبه جدا جدا. لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا يمكن هي عشان فترتنا كان دكتور محمود سعد وكابتن شاد. دكتور محمود سعد كان تخيل يعني الراجل من طبعا يشكر من ذوقه واحترامه وحب، وهو بيحب مدربين جدا. كان هو اللي بيكلمنا يا اسلام تعالوا على مش عارف اسامه تعالوا عشان الرخصه ايه. هو اللي كان بيخليك تروح تعمل رخصه يعني. هو يعني هو راجل طبعا شخصيه جميله جدا. شخصية يا اسلام انت اكيد عملت معاه وكلمت معاه، وراجل بيحب شغله بطريقه مش طبيعيه. بيحب يدي علم اللي عنده لكل الناس، مش بيحتفظ بحاجه لوحده. عايز كل المدربين تاخد الرخص وعايزهم في اعلى المراحل. دي فادتنا احنا يا اسلام، يمكن احنا جيل محظوظ عشان الرقم المخيف اللي انت قلته دلوقتي. انت بتقول رقم مخيف فعلا، يعني تخيل العدد المهول ده في المدربين كلهم هيوصل ل 120 مدرب معاه بس. ده لو الف، ده لو وصلوا ل 1000. ما انا بقولك انت معنى الكلام اللي حضرتك بتقوله ده لو اكتر من 10000 فعلا. ايوه يا اسلام. لانك انت كل سنه في كم مدرب بيدخل. وفي ناس وبعدين اصل هي انا برضو في نقطه بس او سؤال. هو هيقسمها ازاي؟ هيختار ازاي؟ انت فهمني يا عادل. هو على حسب بمناسبه الساعات، هو على حسب الساعات المعتمده يعني. غير الاول كانت ايام صح. دلوقتي لا، دلوقتي عدد ساعات يعني. لازم هتعمل مثلا يعني 50 ساعه عارف يا اسلام، ممكن تبقى على سنين. ده كان الاختلاف اللي كان بيقول لك مش معترف بايه في اسيا. برافو عليك يا كابتن. عشان كان هم بيعلو عايزين عدد ساعات معينه. احنا كنا بناخدها 240 ساعه. ايوه انت كنت بتاخدها بحوالي، كنا بناخدها في خلال اسبوعين او حاجه. لا بص يا كابتن، احنا عملناها في 24 يوم بالظبط 240 ساعه. أيوة. لكن الاتحاد الاسيوي كان بيقول لك احنا محتاجين، وللاسف في مدرب مصري مش هقول على اسمه كان السبب في الموضوع ده. شكك في الايه بتاعت مصر، لانه بتاعت افريقيا كان افريقيا كان عايز يشتغل. كان عايز ياخد دراسات، لان عملوها 5 ايام وعملوها 24 يوم. عملوا الناس 5 ايام، الناس الكبار الكابتن انور والكابتن حلمي والكابتن حسن والناس دي اتعملت لهم 5 ايام. اوكي. فالمدرب ده كان عايز يخش معاهم، ما رضوش يدخلوه معاهم، فبعت شكوى خابط فيهم وقال لك ان ال 240 بس دلوقتي كافلين. يا كابتن معنى كده ان هي رجعت لعدد الساعات. عدد يعني ساعات خلص. عدد ساعات بقت رسمي يا اسلام. عدد ساعات رسمي كده خالص. هم عمموها. بس هو المشكله في كل يعني اي وبي وسي ودي وبروفيشنال. هو دلوقتي المشكله اللي احنا بنتكلم فيها العدد.
دي تناقشها انت. وقال 20 ده خلي لازم وقال كده النهارده على فكره بعد ما نخلص على صفحه الاتحاد كويس. الفيديو بتاع دكتور جمال محمد علي هو على صفحه الاتحاد موجود. المشكله هو نفسه اللي قال هذا الكلام. المشكله اسلام ان في مدربين كتير في مصر شغلهم بقاله كتير جدا، يعني العلم اللي عندهم اكتر من الايه والبروفيشنال. حتى لما زي عادل ما بيقول لك لما جينا ناخد الايه كان كباتن كبار قوي بقالهم 30 40 سنه بيدربوا زي كابتن ابو رجيله. انا استغربت الاسماء دي الحقيقه. ده كابتن انا حضرت كان انا حضرت كان الكابتن ابو رجيله كان الكابتن حسن اسامي كبير يعني ناس كبيره كابتن ناس كبيره جدا كنا حوالي 35 واحد. فالتاخير دوت انت شكلا ان يتقال ان انت معكش الرخصه مثلا، لكن انت شغلك الفعلي بقالك 20 ولا 25 ولا 30 سنه في التدريب. كان معايا امبارح احمد فوزي طبعا في تقصير طبعا. كان معايا امبارح احمد فوزي واحمد اتحاد كره القدم بيلزم دلوقتي المدربين او المدرب بقى المدير الفني له رخصه، المدرب المساعد له رخصه، المدرب الثالث له رخصه. هو كان المفروض سي، فقال لي احنا بقالي من 2016 مقدم عليها لغايه دلوقتي ما خدتهاش. بس انا سالت حد في الاتحاد قال لي هنرجئ العمل بهذا القانون للموسم القادم علشان الخطا عندنا عندهم هم مش اتحاد. هو من 2016 هو الاصطدامه بيحصل لما الناس بتيجي تسافر دول بر. في الخليج ده دلوقتي يعني كمان هيتنظم هنا يعني السعوديه اخيرا دوري السعوديه اخيرا الدوري الممتاز لازم البرو لازم دوري يلو اللي هو الدرجه الثانيه هنا عندنا لازم الايه بعد كده الثالثه اللي هو البي او القطاعات الناشئين البي وكده. لكن الدوري يلو اللي هو الدرجه الثانيه لازم يكون معاك ايه. الدوري الممتاز لازم يكون عارف برو. قطاعات الناشئين لازم يكون في برو. السعوديه في الانديه الكبيره اللي هي بتلعب في الدوري الممتاز برو ما ياخدش الايه البرو كمان لا البرو دلوقتي يقول لك انا لانه في السعوديه في الوقت الحالي بيعدوا مدربينهم على انهم ياخدوا. في بقى مفاجاه كبيره ايام ما كنا احنا بناخد الدراسات ديت كان الجزائر واخده النسبه بتاعتها الكامله روروة. انا فاكر عمل السي والبي والاي في 4 5 ايام ادى لجميع المدربين كابتن الموجودين. هو احنا فاكر سلح الناس كلها. فاكر من كابتن علاء فاكر من شهرين قبل ما موسيماني يمشي بشهرين ولا بشهر قبل يمشي على طول سافر المغرب. سافر المغرب اخذ البرو. لان المغرب عملتها هناك 23 مغربي 20 مدرب مغربي وده العدد مدربين بس. اللي هو بيقول لك بيبقى محدد لان ده واضح انه بيبقى جاي من الاتحاد الافريقي للاتحادات المحليه ان هو يبقى 20 في البرو. فهو 20 واحد اجنبي يعني محلي مغربي وثلاثة كانوا من بره اللي هو هم مش بيحددوا العدد يا كابتن اسلام. بس هو انا دي مش عارفها. هقول لك انا هقول لك انا بيعملوها ازاي. طب ما لو كده قول بيعملوها كده بيعملوها ايه. انت اشتغلت في دوري ابطال افريقيا، اشتغلت في دوري ابطال اسيا، اخدت بطوله قاريه، لعبت على مستوى عالمي، لعبت حاجات كده تقدر تاخد البرو. يعني دلوقتي ممكن لو عندك 1000 واحد عملوا الموضوع ده ياخدوها. لكن هو المفترض انك انت دلوقتي في الوقت الحالي احنا في مصر كل اللي خدوا الايه ده لما يجي يعملوا ال20 هيعملوها ازاي؟ ما هو لسه بتكلم على الاسلام هو ده وعشان كده لازم العدد يبقى طبعاً. اكبر من 20. ما هو بص اسامه يعني ارجع لو ارجع بالذاكره كده كام واحد كان معانا ماخد ايه؟ لا لا بقول لحضراتكم خد رخصه ايه؟ دي ثلاثه هم من ال20. ثلاثه من 20 عندهم دور على 17 بقى دور ايه؟ انا بقول لك كتير احنا جدا. احنا اللي خدناها اليوم اللي خدناه كنا 90 مدرب. احنا كنا 35 وكانوا وكانوا 35 احنا كنا 35 اول مره مجموعتين بعدينا كمان. ياه يعني انت ممكن تكون داخل في 400 مدرب. ما انت بتقلل القاعده عندك. ما انت مدربينك بيقلوا في العالم ليه؟ ما انت ليه ما بتسافرش بره؟ ما انت ليه جايب فيتوريا يقول لك انا هعلم المدربين المصريين؟ من الحاجات اللي احنا شفناها دي. يعني فيتوريا لما جه وقال لك اجيب مدرب مصري مستمع من اللي احنا بنعمله. انت بتقلل مدربينك في مصر، انت ما بتسلحهمش. على فكره الرخصه مش دراسه. يعني انت لما تيجي ولا في علمك يعني ولا في علمك يعني. بص يا كابتن دي رخصه، دي رخصه انت بتشتغل بيها في مدربين اعلى من الشهادات دي. عشان كده انا ايوه بس هو لازم في الاخر لما يجي تخش لما تيجي تشتغل عادل مطلوب مهما كان انت عالي في التدريب او اسامه بقى لك كام سنه
هيجي يسالك على الاوراق اللي هخليك تشتغل. لو انت لا انا عارف علاء انت تكون بتعرف تسوق كويس، لكن لو معكش رخصه يبقى انت ولا ليها لازمه. ما عشان كده بقول لك ولا ليها لازمه فعلا. انا اقصد علاء ان احنا كمدربين مصريين مظلومين، لان خبرات مدربين كتيره جدا في مصر اعلى دلوقتي من البرو، اعلى خبراته التدريبيه اللي خدها سواء صحيح. مثلا بس هي بيشتغل على نفسه هو اسامه في الاخر انت في الاخر أنا فاهم. هي ورقه انت لازم تشتغل بيها. انا اقصد التقصير او رخصه ما علينا يعني في الاخر. انا اقصد التقصير جاي من الاتحاد المصري. ايوه انا فاهم اكيد طبعا على فكره، ومش مش الاتحاد مش الحالي على فكره، ده الاتحاد الحالي شايل النقطه دي. لكن هو من 2017 حتى الان تعاقب على على مؤسسه الاتحاد المصري لكره القدم حوالي اربعه مجالس اداره، المهندس هاني ابو ريده، وثم اللجنه الخماسيه، ثم اللجنه الثلاثيه، ثم اللجنه الثلاثيه. كانت بتلعب تعمل ايه في مصر؟ ها؟ ليه ما كانتش بتعمل؟ ما اعرفش. ما هو مين يا كابتن اللي بيطلب؟ كابتن كان فاضيين. هو مين اللي بيطلب؟ هو حضرتك اللي بتطلب؟ لا طبعا. حد من الاتحاد كان الدكتور محمود سعد بيجري. كان الدكتور محمود سعد بيجري يجيبها هو وكابتن شطه. كابتن شطه هم الصراحه هم اللي كانوا بيجروا يجيبوها. وكابتن شطه هم اللي اشتغلوا في الموضوع ده. اللي انا بقوله لحضراتكم ان دكتور جمال محمد علي همه الاول هو موضوع الرخص، المفروض ده اللي انا فاهمه، يعني ان الهم الاول له ان هو موضوع الرخص ده يجري فيه جامد جدا خلال الفتره اللي جايه. هو في الاساس جاي لهذا السبب، او السبب الاكبر لوجود دكتور جمال محمد علي هذا السبب. ومن المحتمل ان هو يخش معاه كابتن شطه خلال الفتره القادمه علشان يساعد. سؤال رفيع من الناحيه الافريقيه. اتفضل. سؤال رفيع عليك دلوقتي. هو انا ما انا ما اعرفش. لا اديك بس سؤال وتقول لي دلوقتي كابتن حسن شحاته دخل يعمل الرخصه البرو. هو معاه البرو تيالي. لا انا بتكلم لو لا انا معوش كابتن حسن ما معوش، ما حدش في مصر ما اتعملتش في مصر. لما يدخل يعملها مين اللي هيدرس له؟ هم بيجيبوا مدرسين من بره؟ لا هو بس بياخدها لا عشان بيجيب لا ما انا بقول لك عشان كده انا بقول لك ما هو الموضوع موضوع رخصه. انت موضوع ورقه. ما هو ده الكلام اللي كابتن علي بيقوله. هو في الاخر يا عصام يعني مين انت ما انت بتعرفش تسوق. طب لو رخصتك خلصت وحد وقفك بالظبط. انا سريعا يعني اقول لكم حصل لا حاجه. لا اتفضل. واحنا بناخد الاي دي كابتن محمود ابو رجيله كان معانا طبعا، وده شيخ المدربين ده بيمرن من سنه كبير من فلما جينا ساعه الامتحان كان المحاضر افريقي ومعاه كابتن شطه وكابتن فتحي نصير. فكان في اخر يوم امتحانات لمده ساعه ونص كده ال 35 دارس، فبتطلع يدي لك سؤال عن السرعه، عن الخطط، عن طريقه 4 3 3، عن التحمل، اي زي ما انت. فقال له طبعا الكابتن ابو رجله ما ينفعش نساله ده يعني شيخ المدربين وبتاع. فقالوا ايه للخواجه اللي هو اللي كان كوفي من غانا كوفي. فقال لك ايه يطلع الكابتن ابو رجله يحكي نبذه عن تاريخه. فكابتن جوريه طبعا معروف بخفه الدم. ابتدى الموضوع، ابتدى يقول لك ايام ما انا كنت شبل مش عارف كنت بلعب سنه حاجه و40 ولا حاجه مش عارف ناشئين ايه وبتاع، وسموني كابتن محمود ابو رجله ليه، وبعدين رحت مش عارف نادي الزمالك ومسكت النيل الادويه ومش عارف لعبنا ماتش ايه واستهام وكسبنا مش عارف كام. قعد تك تك الساعه ونص خلاص هتخلص. فالراجل كل شويه يبص للكابتن فتحي كابتن شط، فراحوا قايلين لكابتن ابو رجاله يلا يا كابتن ده خلص يعني. قال لهم يا جماعه ده انا يا دوب في سنه 60، ده لسه 40 سنه. قال لهم ده لسه ب 40 سنه ما حكيتش عليه لسه ما حكاش حاجه. بس هو دمه خفيف جدا كابتن ابو رجاله. ربنا يديله الصحه ويشفيه. لانه في النهايه نتمنى ان الموضوع ده الحمد لله يعني كل ما بنفتحه دلوقتي بيحصل فيه حاجة مهمة جدا، ودي بالنسبة لنا أنا شخصيا شيء يسعدني أن يكون هناك زخم على هذا الأمر، لأنه زي ما قلت لحضراتكم عدد كبير جدا من المديرين الفنيين والمدربين والجيل بتاعي تحديدا كمان بيكلموني يقولوا لي يا عم استنى واحنا مش عارفين نعمل ايه. الجيل اللي كان معاك صحيح ما هو ده ناس مفيش هيعمل ايه طيب؟ ده مش بس المشكلة في مصر، انت مشكلة انت بتقلل الفرص بره مصر للمدربين دول. نتمنى ناس كتير فيهم شاطرين اصلا. نتمنى ان ده يتحل خلال الفترة الجاية. معلش يا كابتن علاء هبدا بيك بالنقطة دي، لانه النهارده اكرم توفيق في كلامه عن مارسيل كولر قال كلمتين مهمين جدا، قال ان هذا الرجل بشوش وميري. سمعتك انت يعني انا حكيت واحنا بنتكلم ايام الكابتن ايام مستر مانويل والكابتن اسامه وحضرتك يعني كنتوا موجودين في الفتره دي جوه الملعب حاجه وقبل الخط حاجه وبعد الخط حاجه. ف
هل من الممكن ان احنا نرى، انا دايما بقول ان مانويل جوزيه نسخه لوحده ملوش زي بالزبط. مارسيل كولر ده نسخه برضه ملوش زي، او مش ما حدش عارف، مفيش حد زي حد، مفيش حد زي حد بالزبط. لكن هل من الممكن ان احنا نشوف مدير فني بهذه او قريب من هذه المواصفات، او له مواصفات تستطيع ان هي تاخد النادي الاهلي مره تانية احسن من الفتره اللي فاتت ان شاء الله؟ بص يا اسلام، انا كنت بتفرج على الانترو بتاعك بتتكلم على مستر جوزيه، اكيد طبعا اسامه عارفه، وانت طبعا عشان كنت موجود في الملعب وكده. دي عبقريه جوزيه ان يبقى حاسم جدا جدا بره الملعب، وانتوا كنتوا جيل ما شاء الله، يعني الواحد فيكم لوحده جيل، يعني دي مش مجامله عشان انت موجود، يعني انتوا اسامي كان الاسم لوحده فريق لوحده. فتخيل انت جوزيه كان بره الملعب، حاسم بطريقه جوه الملعب استحاله حد بيتكلم. لكن اتحدى لو في واحد من 25 او 30 لعيب يا اسلام ما كانش بيحب الراجل ده. وانا عشان كنت قريب جدا منكم، انا كنت عارف انتوا بتحبوا الراجل ده قد ايه، وهو بيحبكم قد ايه، وهو قد ايه عامل خاصيه في مدير فني. اي مدير فني بيوصل للمعادله دي تاكد ان هو يبقى ناجح. نعم. هو صارم جدا بره الملعب، واحترام طبعا في اوضه اللبس، جوه الملعب حاجه انت ما تقدرش يقول لك على حاجه ما تعملهاش، بتخاف منه كويس جدا، لكن في نفس الوقت انت بتحبه جدا. هو ده من اكبر مميزات المدير الفني. عشان كده يعني احنا كنا بنتكلم دلوقتي مثلا كابتن محمود الجوهري، كان في الحته دي امتياز، امتياز الله يرحمه، الناس كلها بتحبه، وهو كان صارم جدا لدرجه ان انت كنت بتعمل كل حاجه عشان انت بتحب المدرب ده. لو مدرب وصلك او مدير فني وصلك ان انت من كتر ما انت بتحبه انت عايز تبقى كويس في الملعب يا اسلام وعايز تكسب، هو وصل كده للقمه. المميزات او الصفات اللي قالها اكرم على كولر دي حلوه، انا عجبني جدا. حتى قبل ما اسمع الانترو بتاعك انا طبعا بتابع، اولا واضح ان هو شخصيه راجل حبوب جدا، بيحب شغله قوي، عارف هو فين، ودي اهم حاجه، هو في النادي الاهلي، هو عارف هو اللي في النادي الاهلي، وعارف امكانيات النادي الاهلي كلعيبه كاداره، وطبعا المهم الاكبر بتكلم عليه دايما انت الجمهور اللي وراك ما شاء الله يعني. فهو الراجل جاي حابب المكان وعايز يعمل حاجه مع فريق النادي الاهلي، وهو داخل على ما شاء الله كم لعيبه ممتازه. لكن الصفات اللي انا شايفها دي والزخم اللي هو داخل بيه ده، يعني عجبني النهارده انت كنت، يمكن هي طبعا يمكن هي بالنسبه لك وبالنسبه لكل القنوات وكده مش حلوه، لكن هي حلوه يعني. حته مباراه النهارده رفض يذيع ولا حاجه خالص ولا لقطات حتى. هو بص يا اسلام، في كده يعني في كده حاجات في الاول بتديك انطباع ان الراجل ده بيحب شغله قوي، قافل على نفسه قوي، عايز يقدم النادي الاهلي في الصوره اللي انت بتتكلم عليها دلوقتي. صوره النادي الاهلي بقوته، بتاريخ النادي الاهلي، بنتائجه الكبيره قوي، بانضباط النادي الاهلي في الملعب وبره الملعب، هو ده المدير الفني الناجح. عشان كده الحاجات دي بيعملها دي كلها، انا عن نفسي متفائل جدا بيه ان شاء الله السنه دي. كابتن اسامه. نفس الشيء، يعني نتمنى له التوفيق، ولكن ما فيش شك انه ما قبل المباريات شيء واثناء المباريات تبان اسم غير الودي كمان. طبعا لا تبان اشياء اخرى. صحيح في ملامح للشخصيه، يعني من تاريخه، من الاحداث اللي بتحصل دلوقتي داخل النادي او اللعيبه بتحس بيها او الكلام دوت، ولكن كل ده برضو هيترجم لما المباريات الرسميه تبتدي. هيبان بقى هو في المكسب بيعمل ايه، هو لما بيخسر ممكن يبقى انفعالاته زيادة، يقلب على اللعيبة ولا لأ، لما يتعادل بيحصل إيه، لو دخل في مشاكل زي ما كان سواريش مثلا الفترات الأخيرة، تعادلات كتيرة وكده، ظروفه هتبقى إيه، لأن الشخصية برضو ممكن في مواقف تبقى مختلفة عن مواقف. نعم. فهل هي هتستمر الشخصية اللي هي زي ما كنا بنتكلم دلوقتي على مستر مانويل جوزيه، عادله مثلا مش اقل من 8 سنين في النادي الاهلي في ولايته الاولى والثانيه لغايه لما مشي، يعني داخله في 8 او 9 سنين تقريبا. الشخصيه يعني عشناها من اول ما جه 2001، انا يمكن كنت في الجهاز فيها معاه لغايه لما مشي. علاء كان حاضر، وحسام البدري، وقبل كده كان مختار، واحمد ناجي، ومجموعه كبيره يعني. تقريبا الشخصيه واحده من ساعه ما جت في كل تعاملاته، من ساعه ما جه اول يوم في 2001. حازم جدا، محبوب جدا داخل اللعيبه،
بيعرف امتى يشد وامتى يرخي، حتى على فكره مع الجهاز الفني. يعني حتى معانا احنا كجهاز فني كان بيعمل كده. مره فجاه تلاقيه حبيبك واكنك انت مثلا اقرب واحد ليه في الدنيا، وممكن فتره ثانيه ثاني يوم الصبح ايه بعدها بنص يا اسلام في موضوع مثلا اتناقشنا فيها، اختلفنا في حاجه ولا حد قال حاجه ولا بتاع، ممكن تلاقيه شعن مثلا بطريقه او باي موقف حصل مثلا في تسخين في كذا، في اي حاجه انت هو خد فيها بلحظه تلاقيه يقلب تمام مكتئب يعني. فهو خلاص احنا كنا حفظناه، وطبعا مع الوقت والعشره الامور بقت خلاص مفهومه ومع يعني. فنتمنى برضو المستر كولر انه زي ما بيتقال عليه في تاريخه او في الايام ديت انه راجل منظم، الراجل حازم ومع ذلك محبوب، لان دي نقط مهمه جدا في قياده الفرقه. يعني المدير الفني مش بس امكانيات اداره مباريات، يعني هو الكوتش ده ازاي بيحط الفرقه، ازاي بيغير، ازاي ده حاجات مهمه جدا، ولكن برضو قيادته للمجموعه مثلا اللي ما بتلعبش، تعاملاته مع الجمهور، تعاملاته مع الصحفيين، تعاملاته مع مجلس الاداره، تعاملاته مع الجهاز المعاون ليه. لان انا عارف في مدربين تانيين وانتوا لعبتوا معاهم او احنا اشتغلنا معاهم او حتى ما كناش في الجهاز، بيبقى وش مختلف خالص وهو كسبان، وحاجه تانية خالص وهو مغلوب او هو يعني في موقف صعب يعني. فنتمنى له التوفيق وانه يعني يبقى على قد طموح جمهور النادي الاهلي، لانه السنتين اللي احنا خسرنا فيهم الدوري العام دي مش معتاده في النادي الاهلي، هي يعني حصلت طبعا في تاريخنا في فترات كتيره، سواء في التسعينات او في الالفينات او حتى زمان في السبعينات والستينات حصلت، ولكن هي بتبقى كل فترات طويله، كل 10 15 سنه ما بيحصل كده. فهو جاي في موقف لابد انه يطور الاداء، لابد انه ان شاء الله يكسب بطولات، فنتمنى له يعني النجاح في الفتره الجايه دي، لانها هتبقى مرحله حرجه يعني ان شاء الله. كابتن عادل، بما اننا بنتكلم عن غرفه الملابس، يعني ايه السيطره على غرفه الملابس، ولماذا دائما السؤال ده بيبقى هو الاساس في اي مدرب؟ يعني يقول لك هو واضح ان اوضه اللبس هربت منه، يبقى يتقال عليه مدرب وحش على طول. يمكن بتبدا من اختيارات اللاعبين المتواجدين، يعني في كوارث بتتعمل في الكره المصريه اكيد، يعني انه ممكن اجيب اتنين لعيبه مستوى واحد في مكان وهم لعيبه عاليه قوي، فاكيد واحد هو اللي هيلعب، اكيد التاني مش هيرضى. هي دي اوضه اللبس. المدرب بقى ازاي يقوى عليهم، ازاي المدرب يعمل العدل ما بينهم؟ العدل بيعدل لك اوضه اللبس، ده رقم واحد. نعم. العدل بين اللاعبين يعدل لك اوضه اللبس، حط اللعيب في بروازه طول الوقت يعمل لك اوضه لبس جيده، بمعنى انك انت ما تكبرش لعيب وهو قليل، او ما تقللش لعيب وهو كبير، ادي لكل واحد حقه، هتعمل اوضه لبس جيده. الحاجه الثانيه المهمه انك انت بتيجي في وقت من الاوقات عندك اساسي واحتياطي. هي ليه اوروبا اوضه اللبس دائما بتبقى منضبطه؟ علشان في لعيب ب 5 مليون ولعيب ب 100 مليون، ابو 100 مليون هيلعب، ابو 5 مليون ده احتياطي. لاعب جاب 50 جون هيرجع احتياطي تاني، لانها هي تصنيف، لكن انت مصنف هنا غلط، يعني التصنيف بالنسبه لنا بتبص تلاقي لعيب اقل من اللعيب وممكن تلعبه، والتاني لعيب كبير وجايبه بفلوس كتير وما بتلعبوش، فبيحصل التضارب. فاوضه اللبس دي من اهم الاشياء للمدرب الجيد. والحاجه الثانيه المهمه التفاصيل الصغيره، يمكن انتوا اتكلمتوا على المدرب، انا اتمنى انه يكون استفاد كويس قوي من السنتين اللي فاتوا عنده، واتمنى يوصل له الموضوع صح. مين اللي استفاد؟ كولر؟ ويوصل له الموضوع صح. ممكن يعني ايه استفاد من السنتين اللي فاتوا؟
السنتين اللي فاتت انت في بطوله الدوري بتيجي من اجهاد وبتيجي من بطولات كتير وبتلعب. اوكي. فالاستفاده انك لازم تعمل الصف كامل، لازم تعمل لعيبه على اعلى مستوى، لازم تراعي ما بين الاحتياطي والاساسي، لازم تراعي ما بين القوه البدنيه بتاعه اللعيبه، لان كانت مشكلتنا في السنتين اللي فاتوا نص فرقتك انفيت والنص الثاني اعلى مستوى لانهم بيلعبوا كتير فبيوصل لهم الاجهاد، واللي تحت ما بيعرفش يوصل انه يبقى للي فوق. فده كانت من الحاجات اللي خسرتك الدوري سنتين. فافتكر ان هو لو الراجل استفاد كويس قوي من النقطه دي هيعديها. الحاجه الثانيه المهمه انه الراجل في الوقت الحالي اوضه اللبس اللي انت اتكلمت عليها يا كابتن اسلام في النادي الاهلي مش هيلاقي اجمل من كده، مش زي الانديه الاخرى. مش بتكلم كده عشان انتماء للنادي الاهلي، هو اوضه اللبس بتيجي من السيستم اللي عامله نادي، يعني انت ما تخرجش بره الاطار اللي معمول لك. مزبوط. فده اوضه لبس. انت لما هتغلط فيك عقوبتك قد كده. على فكره لما واحد غلط خد قلع التيشيرت مثلا ورميه على الارض خد شهرين وقف، لو واحد عمل نفس الموقف ده هياخد شهرين وقف. فدي اوضه لبس، انك انت في عدل ما بين العقوبه هنا والعقوبه هنا، فدي عاملها له الاداره. الاداره اوضه اللبس انك انت حر تعمل ما بدالك حاسبك اخر السنه، دي برضو اوضه لبس هتبقى مرتاح، لانه اللعيبه عارفه ان المدرب ما حدش هيتدخل معاه، مش هنيجي من وراه نروح لمجلس اداره، نروح لاي حد قوي في النادي يكلم المدرب علشان العبك ولا. وبتحصل كتير قوي الا في النادي الاهلي. النادي الاهلي اهم نادي في الشرق الاوسط كله، يمكن في افريقيا، في النقطه دي، دي الاستقرار بتاع اوضه اللبس، ان انت لو رحت تروح لمدربك فقط ولمدير الكره بتاعك. وبعدين الحاجه الاخيره اللي عايز اقول عليها، انت هنا في مصر عملت مدير كوره. هو في العالم ما فيش حاجه اسمها مدير كوره، في مدير رياضي، ولكن انت عامل حاجه زياده كمان للمدرب، يفضيك للحته بتاعه الملعب ويساعدك. هي مستحدثه يعني اوضه اللبس دي يا اسلام كلمه مستحدثه. زمان ما كانش في حاجه اسمها ازاي تسيطر على اوضه اللبس وكده، يعني انت على ايامكم انت كنت تخش اوضه اللبس تعمل ايه؟ البس وانزل. لا، وبتقابل مثلا بركات وده يعني. هو ده، هي السيطره على غرفه الملابس، الروح اللي موجوده مع اللعيبه نفسها. سمعنا كده كتير. انت مش على الاهلي، انا بتكلم بشكل عام. لا، ما هي دي. انت بقى بص، في النادي الاهلي هي موجوده من امتى؟ من زمان، يمكن من ايامنا انا واسامه عند عادل لما لحقنا. انت لما انت وقبلنا كمان طبعا. هي دي الروح اللي بص بعد كام سنه بيتكلموا عليها دلوقتي، اسيطر على غرفه الملابس. اللي هو اسيطر على غرفه الملابس، مش الروح اللي جوه الغرفه نفسها. ازاي تحترم كابتن الفريق نفسه. الكبير كبير والصغير، هي دي الصغير، هي دي الاسلام. يعني تخيل عادل بيتكلم بيقول دي موجوده في النادي، دي موجوده في النادي الاهلي من سنين. بص، انا بتعملها تلقائي. انا داخل اسلام هو الاكبر، فطبعا اكيد في احترام متبادل. طبعا. رحنا في غرفه الملابس، روح حلوه، مفيش هزار ثقيل، مفيش قله ادب، مفيش حاجه خالص. انت بتخش مكان انت حبه، انا مبسوط عشان رايح اقابل اسامه، هقعد مع عادل، هقابل اسلام. هي دي الروح اللي في غرفه الملابس. نعم. اللي طبيعي بتنعكس عليك في الملعب. ودي مش اي نادي يعملها على فكره، مش اي نادي. عشان كده في النادي الاهلي هتلاقيها طبيعيه، مع كولر كمان لا، هيلاقي الامور سهله جدا جدا جدا، ان كل لعيب عارف هو فين، ايه المطلوب منه. في مدير كوره زي ما عادل بيقول، او مدير رياضه، يعني مش عندنا في مدير كوره، وفوق مدير الكوره في لجنه كوره، وفي مجلس اداره، وفي كابتن محمود الخطيب. فانت في منظومه محترمه، كل واحد عارف انا مطلوب من ايه. عشان كده برجع اقول لك دايما، يعني ده بقول الكلمه دي، النادي ده او البطولات الكتيره او اتعملتش دي ما اتعملتش كده. انت كنت بتعمل حاجات تلقائي، بعد كام سنه اتضح ان هي دي حاجه صحيه، انك ازاي تسيطر على غرفه الملابس بتاعتك. تمام. يعني علاء وعادل اتكلموا في نقطه مهمه جدا، بس حبيت اكد عليها، اللي هي الاداره بتقوي جدا المدير الفني وبتخليه مسيطر على اوضه الملابس زي ما انت قلت. هم قالوا طبعا في النادي الاهلي دي واضحه جدا، لانه في انديه كتيره جدا هتلاقي في لعيبه بيلفوا على اعضاء مجلس الاداره وعلى رئيس النادي ويمكن يستمع ليهم اكتر من المدير الفني، وبيوقعوا فرق كتير جدا، او مساعدين للمدرب او مدير كوره او ايا كان. فطول عمر النادي الاهلي سيستم، عنده سيستم، والمدرب في مكانه
يعني زي الاستاذ كده بالنسبه للطالب، هو اللي عنده المسؤوليه والاداره بتفهم كده وما بتتدخلش. فدي نقطه مهمه جدا بالاضافه طبعا لشخصيه المدير الفني زي ما عادل وعلاء اتكلموا يعني. فدي نقطه مهمه جدا 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 يعني. ما احنا في اوضه لبس يا كابتن اسلام. يعني انا عمري ما مثلا كابتن اسامه والكابتن علاء، ما انا لعبت معاهم كتير ويمكن لعبت معاهم سنين كتير قوي، انا عمري ما اقدر ان انا اقول له يا علاء او اقول له يا اسامه. الى الان لما انا موتك لو قلتها الى الان لما خلصنا ما اقدرش تقول له الا يا كابتن علاء الا كده. لو هو كابتن علاء دخل عليا او كابتن اسامه دخل عليا وانا قاعد لازم اقوم، ولو في كرسي واحد هو اللي لازم يقعد. ده النادي الاهلي اللي عمله من زمان، هو ده اللي بيسهل لك بقى اوضه اللبس الثوابت. هقول لك على حاجه كمان يا عادل اكبر من كده. في النادي الاهلي في اتنين لعيبه نفس السن، بس في واحد لعب قبل التاني. لعب قبله ما اقولوش باسمه، اقول له كابتن. مع ان انا قلت له كابتن، لو قلت له باسمه العادي مش هقول حاجه. احنا شبه انا وانا مثلا ده حقيقي صحيح. والله اسامه يعني مثلا انا وكابتن طارق ابو زيد سن واحد ومع بعض واحنا عندنا 13 سنه. طاهر لعب قبلي بسنه، اقول له كابتن طاهر، مع انها سن واحد بقول لك بادئين مع بعض. حاجه ثانيه عكس بقى، احمد شوبير هو سنه اكبر مني بس انا لعبت قبله، فما ينفعش اقول له احمد، اقول له كابتن احمد. هو ده اللي احنا اللي اتربيت عليه في النادي ده. يعني نفس السن، بس لو انا لعبت قبلك بمباراه يا اسلام اقول لك يا كابتن. هو انت مش هتفرق معاك اقول لك وما اقولكش، لان العلاقه بينا ما فيش احسن من كده. لكن انت اتعودت على كده زي ما عاد بيقول، اتعودت على كده. ما ينفعش تلاقي يعني لعيب اكبر منك يعني او لعب قبلك ما تقولوش يا كابتن، واحترام يبان في اي مكان وفي اي وقت. هو دي الحاجات اللي اتعلمها في النادي الاهلي. عشان كده انت في مكان، انا دايما بقول لك كلمه، اللي بيخش النادي ده يقول الحمد لله موجود في النادي الاهلي، لان ما فيش احسن من المكان ده. طيب هنكمل كلامنا مع حضراتكم، ولكن نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نعرف راي جبهتنا الكبار مش على مباراه واحده، ولكن كيفيه اداره المباريات الوديه في فترات الاعداد. بعد الفاصل نسمع راي خبرائنا ونجومنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن علاء هبدا بحضرتك، وكيفيه اداره المباريات الوديه في فترات الاعداد، يعني كيف ينظر مارسيل كولر؟ يعني انا سؤالي خلال هذه الفتره دايما عن المباريات الوديه، لانه احنا ما عندناش تفاصيل كثيره فيما يخص المباراه، حتى المباراه القادمه يعني حتى الان، ولا مش اقولها دلوقتي برضه عشان ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل بكره، لكن يعني مباراه بتروجيت احنا ما نعرفش عنها كثير، وبالتالي كيفيه اداره المباريات الوديه من وجهه نظرك في فترات الاعداد، والمدرب بيستفيد منها ازاي؟ خصوصا ان انا يعني بقى لي 10 ايام او 15 اولا بيستفاد منها ازاي يا اسلام؟ اول حاجه بيبص على العناصر الجديده. أوكي. هو دايما الصفقات الجديده اللي جت على قد ما يقدر بيتعرف عليها في الملعب، هو اكيد شافها وعارف ان اللعيبه كويسه، والنادي الاهلي او اي نادي جايب له لعيبه كويسه. نعم. فهو بتشوف وشايفه في التدريب طبعا، اكيد التدريبات قدامه فهو شايفهم، لكن هو عايز يشوف الملعب، عشان التصرفات ازاي في الملعب. هو 10 ايام طبعا لسه مش مده كبيره او مش مده كافيه، ممكن يشوف بيبقى علامه او وصل فين بدنيا، ان هو مفيش حد لعب المباراه كلها، بيدي كل وقت واحد وقته ويشوف هو بيوصل لحد فين، وصلت بدنيا لحد فين. بيبدا يبقى المؤشر مع بعض او الاثنين جنب بعض فنيا وبدنيا، ويبدا يشوف الغلطات اللي هو اتكلم عليها في التدريبات. ما هو في التدريبات بيعمل طريقه لعب معينه 4 2 3 1 4 3 3، بيبدا يشوف المباراه الوديه اتنفذت ازاي، اتنفذت بدرجه قد ايه. مش اول مباراه على فكره، يعني سيبك النهارده من هي 5 وكده، لكن مش مقياس يعني، حتى ممكن تبقى اهداف كتير، لكن هو المدير الفني ما بيبصش للنتيجه دلوقتي، يعني حركات اكتر او المباريات الوديه في الطبيعه اسلام هو ما يهموش النتيجه، هو يهمه اداء اللعيبه، اللعيبه وصلت لحد فين بالظبط، مباراه عن مباراه مباراه. بيبدا هو يقيم نفسه هو الاول كمدير فني، انا وصلت ازاي مع اللعيبه، ويقيم لعيبته وصلت فين، ومدى استيعاب اللعيبه لطريقه اللعب للتحركات، لان اكيد كل مدير فني مختلف عن التاني. فهي دي ده الاهم حاجه في المباراه الوديه، ان هو في الاخر خالص بعد على اخر مباراه يكون خلاص هو جمع تقريبا 80% من فرقته، شكل الفريق بتاعه، كيفيه الاداء، ازاي هم استوعبوا طريقته بدنيا، وصل لحد فين، وعلى هذا على الاساس ده كله يبدا يقيم بقى ان شاء الله الموسم اللي هو الموسم الرسمي بتاعه هو. لكن في ظرف كولر ده، ان طبعا كل اللعيبه الدوليه مش موجوده معاك، فهو هي فرصه كويسه على فكره يا اسلام، ما تضايقكش قوي. ليه؟ فرصه تشوف المجموعه اللي معاك كويس، تدي اللعيبه اللي معاك كتير قوي، ناس جايه من اصابات زي اكرم، لعيبه جديده عايز تبص عليها، تاخد وقت اكتر، اللعيبه الدوليه انت الحمد لله مطمن ليهم،
كل الدوريين اذا كانوا مصريين او بره انت مطمن ليهم ان هم لا دول موجودين من اساسيات الفريق بتاعك، وبتبدا تركز على العناصر الباقيه هم وصلوا لحد فين، وعلى فكره وتقيم الصفقات بتاعتك. هم الصفقات كلها كويسه جدا طبعا، لكن ما تيجي تقيمها في المباريات بتشوف برضو بتصرف ازاي في المواقف، غير طبعا المواقف الرسميه بتفرق برضو. لكن فرصه تعارف حلوه بين المدير الفني واللعيبه والعكس اكيد. طيب الناس تقول لك ثلاث ماتشات ده كتير قوي في فتره الاعداد اللي هي اسبوعين يعني، وناس تقول لك ده يا دوبك، وناس تقول لك ده قليل، ايه راي حضرتك؟ ما هي يا اسلام بيتحدد عدد الماتشات حسب بدايه اول مباراه رسميه ليك. احنا مثلا اول مباراه رسميه لينا سبعه، فغالبا بتخلي الاسبوع اللي قبليها فاضي اللي هو واحد، فهو اخر ماتش هيلعبه 29، ده منطقي. طيب هو حط ثلاث مباريات في مده مثلا 15 او لا 21 يوم، 21 3 او 25 21 يوم، لا 21 25 29 انا فاهم، لا في مده لما هو ابتدى بقى له 10 ايام اوكي، وهيستنى كمان 7 8 ايام، يعني كلها 18 19 يوم اللي هو ايه اشتغل فيهم. فده بالنسبه للمده دي عدد معقول كويس. زمان شويه لما كنا بناخد مثلا فتره اعداد لمده شهر ونص، ويكون واخدين راحه قبلها شهر ايام بقى في الثمانينات والتسعينات، كانت بتوصل عدد المباريات لسبعه وثمانيه وتسعه مباريات. عندك متسع، عندك متسع، لكن هو الراجل ما عندوش متسع للكلام ده. فثلاث مباريات يعتبر عدد معقول جدا في الفتره اللي هو من ساعه ما ابتدى فيها لغايه اول مباراه اللي هتبقى 7 اكتوبر، لانه هيلعب 21 7 8 9 اي واحد يعني ابتدى 21 هيلعب 25 29 كل اربع ايام ماتش. فيدوب يقدر يشوف العدد اللي عنده زي ما علاء قال، طريقه اللعب اللي هيعملها، وصل لايه في الناحيه البدنيه، ال ال البعض الافكار اللي هو عايز يحطها في خلال الثلاث ماتشات، مين اللي هيبتدي يحط ايديه على انه دول هم الاساسيين بالنسبه له، كل الحاجات دي المدير الفني بيقعد يفكر فيها ويتابعها في اثناء التدريب طبعا، واللي بيديله بقى المؤشر الاكبر هي المباريات الوديه. فانا شايف ان عدد ثلاث مباريات في المده دي عدد معقول جدا، يعني كانوا ممكن يبقوا 4، لكن مش هتقدر بقى زي الفترات تكون طويله تقدر تخليهم 7 و8 والكلام ده. فهو عدد من 3 ل4 مباريات كافيين جدا عشان يبتدي الموسم يوم 7 أو 8 اكتوبر. كابتن عادل، التاكتكس هل ممكن نشوف مثلا او خلال الثلاث مباريات دول، لانه اللي انا فهمته ان الفتره اللي فاتت كان فيها بدني وتاكتكس وكل حاجه، ولكن البدني كان هو الطابع الغالب على التمرين النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، ولكن على الاقل في المباريات دي هل ممكن نشوف تاكتكس مثلا في الكور الثابته مثلا؟ هل ده ممكن يحصل ولا برضه هنفضل منتظرين لغايه اخر اسبوع؟ يعني في مدارس تقول لك كده استنى لاخر اسبوع والتاكتكس في الكور الثابته يعني ما تبقاش كتير قوي بتبقى معروفه، فهو اسبوع، ولا هنشوف حاجه زي دي؟ اولا كابتن اسلام، فترات الاعداد اختلفت لان الفتره الانتقاليه بتبقى اقل في الوقت الحالي. فترة انتقالية ما بين الموسم والموسم، ده رقم واحد. رقم اتنين، المدرب الأجنبي لما بيروح يمسك فرقة مبهمة بالنسبة له بيعتمد على الفيديو علشان يقرر هيلعب بأنهي طريقة لعب، ده رقم واحد. فهيبدأ طريقة اللعب بتاعته هيقولها، يعني في مدرب أنت عارف إن لا يعني هو معلش يا كابتن، هل هو بيبقى محدد أنا عارف إزاي؟ لا أقول لك من غير ما يشوف لعيبة ومن غير حاجة؟ ما هو بيتفرج فيديو. أوكي. هو بيعتمد على فيديو لأنه ما عندوش الوقت الكافي انه يلعب ماتشات وديه كتير علشان يعرف اللعيبه، لا هو بيقرر، لان لا مدرب المنتخب غير مدرب النادي. مدرب النادي بس انا بشوف ان فيها ظلم لبعض اللاعبين يا كابتن عادل، علشان ممكن تبقى كويس وممكن لا يعني مثلا انت هو انت لو شفت قفشه في الماتشات الاخرانيه زي هو ده قفشه بتاع السنه اللي فاتت؟ ما انا أو في اول السنه انا كنت هكمل لك وانت لما بتيجي كمدرب جديد على فرقه انت بتيجي تاخد انهي مباريات في الموسم اللي فات؟ ما بتاخدش المباريات 3-4 مباريات اخرانيه بس علشان انت هتبدا دلوقتي، لا هو بياخد الأول؟ لا هو بياخد مقتضفات، بياخد التلت الاولاني من السنه ماتشين ثلاثه، التلت الثاني من السنه ماتشين ثلاثه، التلت الثالث من السنه ماتشين ثلاثه علشان يكون فرق، لانه ما عندوش وقت. الوقت دلوقتي انت لو اتكلمت معاه هو عنده مشكله كبيره قوي في تفاوت الراحات ما بين الفرقه اللي ريحت شهر
الناس اللي كانوا مجاهدين قوي بتوع المنتخب اللي ريحوا شهر، والناس الاخرين اللي هم لعبوا الاخر وقت وخدوا فتره انتقاليه بسيطه. فانت لما تيجي لازم تعمل اعداد محسوب، لما تيجي تعمل التكتيك اللي انت اتكلمت عليها كابتن اسلام تعمله اللي هو اللي انت بطريقه لعبك، لانه القماشه اللي عندك اللي بتجبرك على تريقة. ما فيش مدرب بيعمل طريقه لعب، اللاعبين هي اللي بتعمل طريقه اللعب. لو انا عندي، وانت فاكر اجيب لك مثال بمانويل جوزيه، انتوا كنتوا بتلعبوا خمسه، العالم كله كان بيلعب اربعه، هو وسالنا مانويل جوزيه السؤال ده، انت ليه بتلعب خمسه ده العالم كله بيلعب اربعه؟ قال لك عندي عماد النحاس لعيب بيعرف يلعب الليبرو، هخسره لو ما لعبتش بيه، وبعد لما بطلع بطلعه قدام شويه بصلح التكتيك بتاعه، فهو بيبقى في مرونه شويه. اما الحته السؤال اللي انت سالته ان ممكن طريقه التكتيكس بتاعه اللي هو العريض، لانه في لعيبه في المنتخب دلوقتي هيعمل ايه؟ صح. هو هيعمل حاجه مهمه قوي، بيعمل سيستم للكور الثابته، الاشخاص متغيرين. مش قصدي الكور الثابته، يعني انا مش قصدي الكور الثابته، ولكن زي ما حضرتك بتقول انا ناقصني 3 4 5 6 لعيبه مش موجودين. كابتن اسلام، الكور الثابته عموما بشكل عام، الكور الثابته بدايه تكتيك المدرب الجيد. ليه؟ طبعا لانها عارف مين اللي كان دايما عديمه الفرصه تكسبك بطوله. مين اللي كان دايما يقول كده؟ الله يرحمه، كابتن جوهري. طبعا كاس العالم 90. ما هو ده كان بيقف في الملعب كده عدل وسام، كاس الامم الافريقيه فاكر؟ كاس العالم طارق مصطفى هو كان بيهتم بيه على فكره. بنالتي كاس العالم 90 نسبه بريمي بنالتي، نسبه الاهداف اللي بتخش من الضربات الثابته من 30 ل 40%. يعني لو جبت مثلا كاس عالم الاخير وجبت مثلا 100 هدف هتلاقي منهم من 30 ل 40 هدف من الضربات الثابته. لا وفيها فلسفه ثانيه، ده احصائيات يعني. لا وفيها فلسفه ثانيه، انت عارف ان الضربات الثابته بتعلم اللعيبه الالتزام، بمعنى بمعنى ايه؟ لا التزامك انت كمدرب. بس دي كانت دايما يقول لك ان الكرات الثابته اسهل للمدافع، بمعنى ان انا ماسك على. لا انا مش بتكلم تكتيكيا، انا بتكلم ايه؟ انت لما تخلي اللعيبه، انت مدرب جديد تخليه يطيعك، فانت بتاخده في حته تبين له ان انت ملتزم او بتحب الالتزام. فانا لما اقول لك تقف على العارضه القريبه، ما وقفتش على العارضه القريبه هخصم منك كتير، مش هلعبك. فانت لما اجي اديك تكتيك اخر هتبقى ملتزم بيه، انك طول الوقت بدايه الالتزام، يعني بدايه الالتزام الكور الثابته. واسهل حاجه في التكتيك اللي هو مش عايز الجماعه بتوع المنتخب، هو عايز هيحط هنا الاشخاص باي اسم. يعني انت مثلا ايه، اسلام هيبقى العارضه القريبه، عادل لو لعب مكان اسلام هيبقى العارضه القريبه، يبقى البكره في الحته دي هيبقى هو اللي على العارضه القريبه. فانت خلاص مالكش دعوه بالاسم، فانت بتروح للحته اللي ممكن تشتغل غيبا عليها. أوكي. في التكتيك الحاجه بقى الاخيره، التكتيك الجماعي مش هينفع الا لما تطلع النادي الاهلي. انا اقول لك حاجه وخدها عليا، وخدها عليا في بدايه النادي الاهلي، يبدا تدرجي مع المدرب، بمعنى مش من اول المباريات هتلاقي المستوى عالي قوي، عشان بس انا بقول للناس كده، لان الفتره دي هيبدا ولو حصل كده انا ببقى مبسوط وسعيد، لان انا ما بحبش الانطلاقه دي بسرعه، لما بتوصل قوي بتبدا تنزل. أوكي. انت فاهمني؟ انت دي مشكلتك كانت السنتين اللي فاتت، عشان كده بدات كلامي بقول لك يا ريت يستفاد من السنتين اللي فاتت. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع فاصل اخير، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، هبدا بحضرتك برضو فيما يخص منتخبنا الوطني خلال هذه. اولا ايه رايك في الاختيارات اللي اختارها روي فيتوريا خلال اول معسكر ليه؟ اختيارات يعني لحد كبير، نسبة كبيرة دي فعلا هي اللي معاه موجودة، مع بعض الأفراد كانوا لازم موجودين. يعني ما أعرفش من وجهة نظري مثلا كان لازم موجود رمضان صبحي، لازم كان موجود. مستغرب برضه إن هو بره شوية، لكن الغالبية كمان عندي برضه عندي استفهام، هو ليه بكرات واحد؟ هو ليه كريم بس موجود ناحية الرايت بس؟ مفيش حد تاني. لا هو يمكن واخد عمر جابر ناحية اليمين، يمكن أنا ما أعرفش. هو لو كده يبقى عمر، لكن هو يعني هو التشكيل اللي شفته امبارح او كل الاسامي بتاعت امبارح، هو كان مفيش غير بكرات واحد بس ناحيه اليمين اللي هو كريم كويس، لكن معظم الاسامي طبعا هي اللي تستحق تبقى موجوده، لكن في بعض الناس يعني لسه عايزه ترجع طبعا، غير يعني عمرو السوليه طبعا ان شاء الله ما يرجع، اكرم ان شاء الله ما يرجع ليه مكان ده اكيد ان شاء الله، رمضان صبحي كنت
تتمنى يبقى موجود ان هو بعيد شويه يعني، ممكن كمان يبقى احمد رفعت يبقى موجود معاه برضه، لكن الغالبيه معقوله. عجبني قوي طبعا يعني انضمام احمد الشناوي بعد الفتره اللي عملها، ان هو في بقاله فتره كبيره غايب يا اسلام، رجوعه ده اتمنى يبقى رجوع موفق ما يغيبش تاني، والمنافسه تبقى كويسه. طبعا محمد الشناوي موجود اكيد ده رقم واحد. هم دي ابرز الحاجات بس اللي موجوده في 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 في, في المنتخب، في المنتخب نفسه. كابتن اسامه، اختيارات المنتخب لكن هل كان من الممكن مثلا ان انا اسيب اللعيبه في مثل هذه المباريات للنادي الاهلي مثلا؟ خلينا نتكلم عن الاهلي بس عشان ما حدش يقول لك مش عارف ايه. انا اليومين دول طيب النادي يومينك الأهلي. يومينك دول يومينك. لا الكلمه اللي بتتقال ما انا بقول لك دول يومين، ما يومينك يومينك معلش. فالنادي الاهلي مثلا عنده فتره اعداد، كان من المفترض ان انا اسيب لعيبتي مع المدير الفني الجديد وكذا وكذا، واجيبهم حتى على المباراه لو انا عايز مثلا لان انا في الاخر هلعب مباريات ودية. وما عنديش اي حاجه رسميه غير في في شهر 3 القادم. انا شخصيا اسلام انا مش مع الموضوع ده، انا مع موضوع ان المدير الفني عايز لعيبه في اجنده دوليه يجوا مهما كان عندهم ايه ولا ما عندهمش ايه. والنادي الاهلي كان اكتر حد بيقف او واجبه ان هو يعمل كده مع بلده في خلال كاس الامم الافريقيه لما حصلت، والتعارض ما بين طبعا كاس العالم ما بيننا وما بين كاس العالم للانديه، والنادي الاهلي فضل مصلحه بلده، وقبلها المنتخب الاولمبي والنادي الاهلي فضل مصلحه بلده ايضا في ذلك الوقت، ولعبنا مباريات الدوري لو تتذكروا بدون اللاعبين اللي راحوا للمنتخب الاولمبي. فبالتالي هي اختيارات بيتم اتخاذها وهو اللي بياخدها اوكي. لكن انا من الجانب الاخر يقول لك طب ما كنت سبت اللعيبه دول للاهلي، وسبت اللعيبه بتوع الزمالك يلعبوا، وسبت كذا وسبت كذا ولعيبه مش عارف. كان ايه رايك في هذا الامر؟ لا انا مش مع الموضوع ده. ليه؟ لانه خلي بالك برضو الراجل المدير الفني المنتخب جديد برضو، يعني نفس موضوع كولر بالنسبه للاهلي او اي مدير فني استلم فتره اعداد دي اللي حصلت التغييرات اللي في الدوري الممتاز المصري. عارف لو كان بقاله فتره يعني مثلا بقاله سنه سنتين في كان مصر هيبقى عارف، كان هيبقى عارف، كان ممكن ممكن يستغنى عن بعض الناس. بس هو برضو في نفس زي ما بيقولوا ايه المزنق اللي فيه المديرين الفنيين اللي جايين جداد في بدايه الموسم للدوري وافريقيا. هو برضو نفس الشيء، هو راجل كل الفتره اللي فاتت كان بيشاهد يا اما فيديو يا اما كنا بنشوفه في بعض المباريات بيتابع من الملعب، لكن هو برضو عايز يحس باللعيبه مباشر قدام عينه. يعني عايز يحس باللعيبه. ده بيفرق يا كابتن اسامه؟ طبعا. اوكي طبعا. لان خلي بالك بس في ناس تقول لك يا عم ما تسيبهم بقى يروحوا، ايه المشكله هيحصل ايه؟ لا لا، لو بقى له فتره في مصر كنت اقول لك ممكن، يعني لو بقى له سنتين ثلاثه وعارف اسامه عربي من علاء وعارف مين يعني. دوت ومين دوت. خلي بالك هو نفسه في اختياراته اللي خدها، انا بقول لك وافتكر هيصطدم في ناس هو واخدهم بدون ذكر اسامي، وممكن ما يبقاش ليهم تواجد بعد كده لما بقى يتعامل معاهم ويشوف ماتشات وديه وماتشات رسميه. وفي ناس العكس بقى هتنضم مع الوقت، لان اي مدير فني مصري او اجنبي، بس طبعا احنا بنقول اجنبي اكتر ليه؟ لان المصري متعايش وشايف الدوري وعارف الى حد كبير، لكن انا بتكلم على الاجنبي لما بيكون جاي جديد وشفناها كتير قوي، ممكن جدا الانطباع الاولاني بتاعه عن بعض اللاعبين يفتكر انه مثلا دول هيهدوا الدنيا، ميسي ومارادونا ورونالدو دول هيهدوا الدنيا، والعكس ممكن يكون انطباع عنده عند بعض اللاعبين الاخرين قليل، يعني ايه ده مين فلان الفلاني ده، او لا ده مش هو مش هحتاجه او مش هيفيدني. هتلاقي مع التعامل المباشر بقى في التدريبات، التعامل المباشر في المباريات الوديه اللي هيعملها المنتخب او حتى في الانديه، هتلاقي وجهه النظر دي بتتغير. اوكي طبعا مش هيبقى في القوام كله، بس انا بقول لك في عناصر هو واخد انطباع جيد عنها هيتفاجئ ان هي مش المردود اللي هو كان متوقعه. أوكي. وفي عناصر هتنضم بعد كده هتدي له مردود اكبر من اللي هو كان متوقعه، فدي نقطه مهمه. عشان كده انا بقول لك يمكن كان ممكن تحصل انه يسيب اللعيبه لو كان بقاله سنه ولا سنتين في مصر وحافظ ال11 مين والاحتياطي بتاعه مين ومين التغييرات بتاعته، لكن هو لسه ما استقرش على الشكل النهائي للمنتخب. يعني النيجر وليبيريا مباراتين وديتين
على مستوى متوسط او اقل من المتوسط شويه يا كابتن عادل. يعني انت استفدت من الفتره بتاعت كابتن حسام البدر انك بعدت عن المباراه الوديه، خليتك توصل في التصنيف يعني ما دخلتش في التصنيف الاول، يمكن من اسباب صح خروجنا من كاس العالم. انت بتشتغلها في شقين، الشق الاولاني اللي يتعرف المدرب المدير الفني على بعض اللاعبين، والحاجه الثانيه المهمه انه يلعب مباريات عشان يزيد في التصنيف الدولي. دي حاجه. الحاجه بقى المهمه، مين اللي خد المنتخب، مين اللي اختار المنتخب، مين هي دي حاجه مهمه لازم نعرف. هو كان بيروح يتفرج بنفسه، كم ماتش اتفرج عليهم وكم فرقه اتفرج عليهم؟ لا فتره طويله منذ ان تم التعاقد معاه وهو يعني بينزل، يعني فتره تتجاوز كم مباراه مثلا اتفرج على جميع الفرق في جميع الظروف. طب النادي الاهلي طول عمره قوامه الاساسي في المنتخب طول عمره، مش عشان انتمائنا للاهلي، النادي الاهلي كان في من المستوى الاقل. معنى هذا انه مش هياخد لعيبه النادي الاهلي؟ لا ما هو خدها طبعا. ما هو ده اللي انا بقى بقوله لك. يعني هو كابتن اسامه قال كلمتين كويسين جدا. لا بص يا اسلام، يعني النقطه دي خلي بالك، انا مدير فني جاي جديد، جاي لمنتخب مصر، مش هاخد اي بتاع، انا باخد، انا عارف في سي في، يعني لما انا اعرف ان واحد لاعب 70 ماتش مثلا دولي واساسي في الامم الافريقيه اللي فاتت واساسي في التصفيات وكان مثلا بعيد شويه او مستواه قلل شويه، فانا مش غشيم ان انا هسيب اللعيبه اللي هي لعبه عدد مباريات كبيره، وهبقى عارف مين اللي في النادي الاهلي ومين اللي في نادي الزمالك ومين اللي محترفين ومين، يعني بيبقى برضو عنده قواعد. انا كنت عايز اروح بالكلمه اللي انا بقولها دي لنقطه اخرى يجب ان احنا نراعيها عند التعاقد مع اي مدير فني اجنبي، ما نسلملوش كل حاجه كده. بمعنى ما فيش حد في العالم بيسلم كل اموره لمدير فني. ليه؟ إن المدير الفني احتمالية الفشل، فيجب يكون في جهاز عندك متواجد، واحد في الجهاز يقدر يشيل المنتخب لفترة ولو لفترة. ارجع بالذاكرة أيام مانويل جوزيه لما كان مع حسام البدري. لما حسام البدري مانويل جوزيه مشي في لحظة، حسام البدري ركب اشتغل مشاك فترة طويلة وبقى مدرب النادي الأهلي. أنا قصدي انك انت لما تيجي تتعاقد تتعاقد بقيمه مصر. يعني انا ما عجبنيش الكلمه اللي قالها فيتوريا، انا هجيب مدرب مستمع. دي كلمه لا إهانة. طبعا دي انا برضو معاك فيها، كلمه اهانه للمدرب طبعًا. المصري طبعا. مين فيتوريا؟ فيتوريا مدرب اشتغل في النصر، في مصريين اشتغلوا وانا واحد من على راسهم، لان انا بغير على المدرب المصري، اشتغلت في انديه اكبر من اللي هو كان شغال فيها، وكنت مدير فني في فترة أكتر من اللي هو اشتغل فيها. فما يجيش يقول لك أنت تجيب مدرب مستمع. ليه تجيب مدرب مستمع يا حبيبي؟ ما فيش حاجة كده. أنت تجيب معاك مدرب كبير علشان سيادتك لو جيت في لحظة قلت المدام مش عاوزاني، وشفنا مدربين كتير مش عاوزاني ارجع مصر في الوقت الحالي، المدرب ده يشيل المنتخب، كفانا نقلل من نفسنا. بس انا اعتقد ان دي مردود عليها يا كابتن. اقول لحضرتك يقول لك ما ده جهاز فني مصري، اي جهاز فني مصري هيتمنى ان هو يبقى موجود في اي وقت. لا يا كابتن انا بتكلم على المعايشة. بس هو فعلا يعني النقطه اللي عادل بيتكلم فيها دي انه طبيعي. ما انت هنا هتحط ما بين نارين يا كابتن اسامه، اللي هو النهار اللي هو ايه، اندي اسيب المدير الفني يختار زي ما هو عايز عشان اعرف احاسبه، ولا احط له حد لازم. انت في النادي الاهلي مثلا بمعنى يختار، يعني يختار جهازه؟ لا اسلام هو يختار جهازه، وانا بدور. هو قالك انا مش عايز مصريين، بص اقول لك، هو قال من الاول انا مش عايز مصريين. لا دي برضو ما هو انت في المفاوضات لازم يبقى انت ليك قوه برضو. يعني انا مع عادل في دي، يعني ما ينفعش وجهه نظر، انا برضو وجهه نظري كده، ما ينفعش كل الجهاز يبقى اجنبي وما فيش ولا واحد مصري. ما هو ده اصر عليه اتحاد الكوره وقال له لازم من اللي خسرك اكس. يعني لا يا كابتن، اصر عليه بالفعل وليس بالتراضي. انت يعني مع احترامي الايمن، هل لا بتكلم على مدرب، هل لا هل مدرب لو مشي دلوقتي الراجل ايمن هيلعب بطوله كاس الامم الافريقيه؟ مش هيقدر. ايمن مين؟ المدرب المساعد المصري اللي موجود. لا طبعا لا يعني ما يقدرش. فانا خليني حضرتك تقصد تجيب اسم كبير يبقى موجود لو المدرب ده مشي. كابتن خليني اخدك، ما هو رفض. بص يا كابتن خليني اخدك، لا خليني اخدك للمنطقه الاهم والاصح. ايه اللي خرجك من كاس العالم؟
هو زي ما الكابتن علاء قال الماتشات الوديه ما لعبتهاش وجهه نظر انا. لا ما انا عارف. لا وحاجه تاني قعدت احمد مجاهد مع كروش قال له مش هحاسبك الا لا لحظه يا كابتن دي مهم مش هحاسبك الا في كاس العالم. لو احمد مجاهد مع لا كروش مش هحاسبك مش هحاسبك الا في كاس العالم. هو انت دلوقتي انت مصر بطل افريقيا اعلى بطل افريقيا في القاره اكتر واحد واخد بطل افريقيا صح ده واحد انديتك اعلى اكتر ارقام واخده بطوله افريقيا ابطال الدوري وابطال الكاس عندك في بلدك نادي القرن الافريقي عندك في بلدك نادي الزمالك واخد مجموعه من البطولات الافريقيه كبيره نعم. انت منتخب عريق ومنتخب كبير وجهه نظرك لما اجي ايه بس يا كابتن لما اجي اتعاقد مع مدرب أيوة. اتعاقد بقيمه مصر اوكي ما قللش من نفسنا انت ليك حقك انك انت تشتغل وتجيب جهازك لكن انا لازم اجيب معاك جهاز موازي هو من الاخر من الاخر موازي. من الاخر يا اسلام اللي هو ما تسيبلوش نفسك ما تسيبلوش الاخر كده يعني بس انا بقول هي حضرتك هي تبقى في مفاوضات يا اسلام انا عايز كذا 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 وانا عايز كذا 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 وانت المفروض بتبقى في انت الاقوى على فكره انت اتحاد كره مصر تيجي تجيب مع مدرب هو مدرب عارف قيمه مصر ايه هو طبعا كل الاحترام ليه انا بتكلم عامه مش قصدي على فيتوريا نفسه للجهاز اللي معاه اكيد هو بيفضل يشتغل مع جهاز معاه من فتره وده طبعا دي حاجه كويسه تحترم ده جهازك احنا كاتحاد مصري او كاتحاد اي حاجه ولا انه ما يعرفش المنتخب يعني هو اول مره يشتغل منتخب بس رد سريع معلش اخر الحلقه انا عايز بس اسال حضراتكم سؤال وهو لو جولك دلوقتي وقالوا لك يا كابتن اسامه او يا كابتن عادل او يا كابتن علاء اشتغل مع فيتوريا واحنا اجبرنا فيتوريا انه يشتغل هترضوا؟ طبعا هنرضى وكابتن عادل عارضة طبعا طبعا كابتن علاء اوكي يبقى انا كنت انا قلت خلي بالك فيتوريا مدرب نادي مش لا لانه ما هو في الاخر هو الراجل مش عايز فحضرتك لا الراجل مش عايز الراجل عمره ما درب لا هو قال انا مش عايز هو لحظه قال. لحظه لحظه اعلن انا فاهمك المدرب انا وانا بتعاقد معاه فيتوريا اصل انا اعرفه كويس ايوه لا بتاع نادي النصر انا كده عمره ما درب منتخب فيتوريا اول مره في تاريخه إسلام. يدرب منتخب اسلام هو زي ما عادل هو مدرب نادي زي ما عادل بيقول خلي بالك من النقطه دي مهمه زي ما عادل بيقول برضو انت ما انت مصر انت برضو انت مش قليل ما انت لازم برضو تبقى قوي في مفاوضاتك هو مش يعني حضراتكم كنتوا هتديله ما المفاوضات تفضلوا انه يبقى في اسم كبير لا لا احنا مش بنتكلم لا حتى ايمن انا مش بنتكلم ايوه حتى إن ايمن إن احنا بنتكلم عادل يعني بيقول حتى لو ايمن ايمن ومعاه واحد كبير كمان لا حتى لو ايمن بس ايمن ومعاه واحد كبير انه بيقول انه يفضل كمستمع لا انت ما ينفعش يقول كده اساسا ما ينفعش طبعا انت بلد مش قليله فانت لازم تبقى قوي في مفاوضاتك معاه لانه اذا احنا محتاجينه هو محتاجك اكتر هو برضه راجل عايز يعمل بيك سي في مظبوط لا وعايز يعمل بيك سي في صحيح صحيح فلازم لا هو اول مره يمسك منتخب دي مهمه جدا احنا ليه ايوه ما هو ده نزل في فلوس كتيره جدا عشان هيمسك منتخب مصر هو مش فلوس كتيره ولا حاجه اوكي لا فلوس متوسطه اقول لك ليه متوسطه لان انا عارف كان بياخد كام ما هو المشكله المشكله ان الدنيا صغيره قوي وعارفين المدربين اللي بيشتغلوا حتى اللي جم مصر دول ما احنا عارفينهم ومرنا قصادهم وعشنا معاهم وعارفين كانوا بياخدوا كام بالظبط يعني حضرتك كنت مع ان يبقى حد مدير فني طبعا مدرب مساعد صغير زي ايمن مثلا ومعاه حد كبير طبعا عشان يشيلوا المنتخب لو افرض الراجل ده قال لك انا يا جماعه مش جاي بكره مراتي قالت لي لا مفيش كده مش في عقد لا ما بيحصل مش حصلت كتير لا ما حصلش هولمان في النادي الاهلي هولمان من سنه من قبل لا دي محلوله ان حد يجي حد يجي حد مارتن يول مثلا لكن احنا بنتكلم في الفكره نفسها الفكرة انه لازم جهاز منتخب مصر يبقى فيه ناس مصريين وبعدين يتعلم بتتكلم على حاجه اساسيه يعني على الاساس على الاساس نفسه الاساس نفسه لكن هو ده مش يعني هو لو مشي بكره يعني يجيب جهاز 100 مليون واحد ده 107 مليون هو عادل بيتكلم على اساسيات يا اسلام بغض النظر على الظروف ايه لكن هو بيتكلم على انه كان يجب ان يكون التفاوض افضل من كده بالظبط الاساسيات بقوه يعني مصر بقوه مصر عموما انا برضو مع حضراتكم في هذا الكلام ونتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه وان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في خلال فترته الجايه بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن علاء شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا كابتن عادل شكرا جزيلا يا كابتن اسامه انا بشكر حضراتكم بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله دي كانت حلقه طبعا نهايه الاسبوع ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير